طبتم وطبا صباحكم بالخيرة والمسرات مشاهدينا أينما كنتم متابعي قنوات التلفزيون الجزائري. يوم جديد، صباح جديد، وعدد جديد من برنامج صباح الجزائر لنهار اليوم. أبرز ما ستشاهدونه معنا خلال هذه الساعات من الزمن من هنا إلى غاية الساعة 10 بحول الرحمن. في الدين معاملة، الاستشراف النبوي وأثره في بث الأمل ومحاربة اليأس والقنوط. كذلك في من ناحية الوقائية وركن سلامتنا، قراءة في الإحصائيات والأرقام لحوادث المرور خلال 10 أشهر من السنة الجارية. ركن الغذاء الصحي وحديث عن نوات وأوراق الزيتون، كنز لا يقدر بثمن. سنعرف أهم العلاجات التي يمكن أن تعطيها لنا أوراق الزيتون ونواتها. في طب الأطفال، وداعا لوخز الإبر، آخر التقنيات والاستكشافات، ومن حيث مراقبة مستوى السكري في الدم واكتشافه خصوصا عند الأطفال. في ركن جمالك لنهار اليوم سيدتي، سوف نعرف أثار الجانبية للرموش الاصطناعية، بالإضافة إلى ركن خطى ثابتة وابتكار جديد ومشروع جديد مع شباب الجزائر. كل هذا أكيد من خلال برنامجكم الخدماتي الأول صباح الخير يا جزائر، بالإضافة إلى عديد الروبورتاجات والمواضيع. والموضوع الرئيس لنهار اليوم سوف يكون حديثنا فيه ونقاشنا مع الأستاذ المختص في الاقتصاد حول الاقتصاد الرقمي، أفاق ومستقبل في الجزائر. إذن مشاهدينا، البداية كما عودناكم المستأهل سيكون في إطلالة صباحية حول مستجدات الطقس مع كريم بعد فصل قصير. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية طيبة لك كريم، كيف أحوالك؟ الحمد لله حياة، وأنتم؟ تحية صباحية للجميع. وكيف أحوال الطقس كذلك؟ فعلا أحوال الطقس مستقرة. نعم، إذا أجواء تبقى دائما مستقرة، مرتفع جوي يسود حوض المتوسط وشمال البلاد. نعم، أكثر تفاصيل حول مستجدات الطقس معك في هذه القراءة كريم. شكرا. إذا نسبة رطوبة عالية خلال هذه الصبيحة على الواجهة الداخلية الوسطى وكذلك الغربية، فاقت 81%. أما عن حالة سماء خلال هذه الصبيحة، سحب سفلى كثيفة، بقايا الاضطراب الجوي الذي خص مناطقنا الشرقية خلال يوم الأمس خاصة السواحل. إذا تبقى دائما سحب سفلى، احتمال لبعض القطرات من أمطار غير مستبعدة على أقصى السواحل الشرقية، بينما الأجواء تبقى مشمسة صحوة على المناطق الوسطى والغربية حتى على المرتفعات والهضاب. خلال الأمسية إن شاء الله هبوب رياح قوية ستلتحق بالسواحل الغربية والوسطى. هناك تنبيه إن شاء الله سيكون ساري المفعول بداية من ظهيرة اليوم إن شاء الله على كل من ولاية وهران، كذلك تيبازا حتى على العاصمة، حيث الرياح بإمكانها أن تصل غاية 60 كيلومتر في الساعة. جنوبا دائما سحب عابرة بدون فعالية تقريبا على كل مناطق الجنوب الغربي، شمال الصحراء، مناطق الجنوب الشرقي وكذلك الصحراء الوسطى غلاية أقصى الجنوب، مع زوابع رملية ستنشط على كل من الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الغربي. درجات الحرارة تبقى دائما فصلية على المناطق الشمالية، رغم ذلك سترتفع ولو بقليل خاصة على الواجهة الساحلية. ننتظر 26 درجة على العاصمة تيبازا وبومرداس، 24 درجة على وهران، كذلك تيزي وزو البويرة، 20 درجة على كل من سطيف، قسنطينة، قلمة، ميلا، خنشلة حتى على باتنا، وكذلك على تيارت 19 درجة على الجلفة البيض، 25 درجة على بسكرة المغير وتوغرت، 26 درجة على ولاية غردية، 27 درجة على بشار، 31 درجة على كل من بني عباس، تندوف، تميمون وأدرار، 32 درجة على إن صالح، 31 درجة على تامنراست، 30 درجة على كل من إليزي حتى على ولاية جانت، ترتفع إلى غاية 37 درجة كعلى المقياس على أقصى الجنوب. أما البحر خلال نهار اليوم
إذا مسرحة الأرصاد الجوية ترتقي ببحر من هادئ إلى قليل اضطراب على الواجهة الغربية والوسطى ليتحول إلى مضطربة أواخر النهار، حتى على الواجهة الشرقية هنا البحر سيكون مضطرب بداية من هذه الصبيحة. إذا الرياح ستشتد من التيارات غربية شمالية غربية بإمكانها أن تصل لغاية 50 أحيانا تصل 60 كيلومتر في الساعة على كل من السواحل الوسطى والسواحل الغربية، دائما تيارات غربية شمالية غربية. هذا أحوال الطقس داخل الوطن. على بعض عواصم أوروبا أين الأمطار ستتهطل على كل من كييف، اسطنبول، كذلك برلين حتى على باريس. أجواء مغشاة على باقي العواصم، سحب سفلى كثيفة على موسكو مع 7 درجات، 8 درجات فقط على كييف، نفس المقياس على برلين، 18 درجة على روما، 12 درجة على باريس، 9 درجات فقط وهذا على فيينا. عن وقت غروب الشمس على مستوى العاصمة ومجاورها من مدن لنهار اليوم إن شاء الله السبت 10 من شهر نوفمبر، على مستوى العاصمة بحول الله سيكون 43 دقيقة بعد 5 مساء. وللتواصل معنا نحو الطقس دائما مواقع الأرصاد الجو الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، لنا تذكير ثاني والعودة لحياة بعد الفاصل. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. شكرا لك زميلي كريم. إطلالة ثانية في قراءة أخرى لأحوال الطقس ومستجداته بعد قليل وخلال برنامج صباح الجزائر لنهار اليوم. أنتم مشاهدين معنا في هذا الصباح الجديد العديد من المواضيع بالإضافة إلى خدمات صباحية نقدمها عبر برنامجكم الخدمات الأول صباح الخير يا جزائر أو صباح الجزائر لنهار اليوم. تتابعوننا من على القناتين الأولى والقناة الإخبارية الثالثة للتلفزيون الجزائري. لازلنا مشاهدينا الأفاضل نعيش الأحداث المأساوية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة. قصف عشوائي غير مسبوق، اعتداء لا إنساني للقطاع، لكن الأمل يبقى قائم للانتصار. هذا ما سيكون لنا حديث فيه الأمل بعد فاصل قصير من خلال الدين معاملة. الاستشراف النبوي وأثره في بث الأمل ومحاربة اليأس والقنوط. أرحب بالأستاذ بجمعة. أهلين أستاذ، كيف أحوالك؟ لا بأس الحمد لله. تحية طيبة ومباركة لي ولكل المشاهدين والمشاهدات. الموضوع في محله وفي وقته، لأننا حقيقة نعيش نوع من اليأس والقنوط، لكن سبحان الله من أساليب النصر اليوم هو إدخال الأمل في القلوب، وهو من المنهاج النبوي، أليس كذلك أستاذ؟ نعم بالطبع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كما قلت أستاذ، يعني أرى أن الموضوع مناسب ومناسب جدا. نعم. ولا تسمح لنا الظروف ولا تسمح لنا أنفسنا بأن نتكلم في موضوع آخر ما عدا هذا الموضوع أو ما كان في سياقه، وهو رفع المعنويات وبث الأمل والتفاؤل ومحاربة اليأس والقنوط في النفوس، خاصة إخواننا وأخواتنا المتابعين لما يحدث هنا من أحداث مأساوية كبيرة، مأساوية ومأساوية جدا. وكمؤمنين دائما أمننا في الله سبحانه وتعالى كبير. نعم. وهذا ما كان يعمل على تعزيزه النبي صلى الله عليه وسلم في النفوس، وتقوية الإيمان وتقوية اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أكيد. ولكن حينما يرى الواحد منا ما يحدث يحضرنا القول الذي قاله خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. يوم أن كانوا مضطهدين في مكة، والحديث صحيح، فيقول أتيت وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم متوسد، يعني مفترش حصير متوسد، يعني في ظل الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا تنتصر لنا؟ لأن الحصار يعني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في مكة حصار، خاصة السنوات على المقاطعة واضطهاد وتعذيب تعذيب تعذيب كبير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يدعو الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وعدهم بالجنة ووعدهم بالنصر.
فمرات الإنسان منا هذا ولا طبعا يتسلل إلى قلبه اليأس والقنوط. اليأس هذا هو حالة نفسية تعتري الإنسان، تعتري الواحد منا حينما يكون في ظروف صعبة ومحن وشدائد وفتن وحروب وقلة ذات يد، هذه الأشياء تجعل الإنسان ييأس. نعم. وإذا تبع هذه الحالة حالة أخرى وهي عدم رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا هو القنوط. نعم. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. نعم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهنا نتكلم على يحضرني حديث قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أكبر الكبائر الشرك بالله، ذكر أربع، أكبر الكبائر الشرك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى هو هذا اليأس والقنوط. لهذا كانت مهمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومهمة كل من يتولى هذا المكان في الخطابة والتدريس والوعظ والتوجيه والإرشاد أن يعمل على ما كان يعمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رفع المعنويات وبث الأمل ومحاربة اليأس والقنوط، خاصة عندما تشتد المحن، حينما تكون الأزمات، حينما تجتمع الأمم على الفئة المسلمة وهي قلة. هنا يأتي كما قلت الدور رفع المعنويات وبث الأمل، وحتى العنوان هو الاستشراف. الاستشراف ما معنى الاستشراف أستاذ؟ ربما الاستشراف حتى يتسنى للمشاهد الكريم أن يفهم هذا المصطلح. لغة حينما ينظر الإنسان يعني من مكان عالي يقول يتشرف، هذا لغة، واصطلاحا هو الكلام عن المستقبل والتخطيط للمستقبل وما سيقع في المستقبل. هذا نعم. الدراسات الآن الاستشرافية تقول بعد 5 سنوات كيف تكون الحالة الاقتصادية، كيف تكون، هذه الدراسات الاستشرافية. النبي صلى الله عليه وسلم الاستشراف النبوي كان يتكلم الآن مثل ما الدمار وحروب. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم على بعد عامين، يتكلم بعد 5 سنين، يتكلم بعد 10 سنين، هذا هو الاستشراف النبوي. وأنا أذكر هنا واقعتين أو ثلاثة. نعم. تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستشراف، ويعني ماشي رفع المعنويات فقط، محاربة اليأس والقنوط ورفع المعنويات وتحسين علاقة الإنسان بربه وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تصور أنت، نتكلم يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم واختبأ في الغار، يقول سيدنا أبو بكر الصديق، يقول يعني بعد ما التفوا حول الغار، يقول لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هنا هكا يقول النبي، يقول لو نظر أحد تحت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. سبحان الله. هنا نقول إخواني وأخواتي، ما ظنكم برب العالمين؟ الآن أهلنا وخوتنا يعني يبادون ويقتلون وتدمير، ولكن ما ظننا بالله؟ نشك في ربي سبحانه وتعالى؟ حاشا 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 حاشا، والله النصر آتي اليوم ولا غد ولا بعد غد، ولكن تأييد الله سبحانه وتعالى ونصر الله لإخواننا ولكل المؤمنين آتي. نعم. فالنبي يقول له ما ظنك، يعني خلاص حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو المراد أستاذ من العدو، بعث هذا النوع من اليأس والقنوط في نفس كل المسلمين الذين يعيشون بجوارحهم وقلوبهم الأحداث المأساوية التي يعيشها أهلنا في غزة، وهي حرب إعلامية كبيرة. نعم، يعمل على هذا الجانب. نعم. تثبيط وتحبيط المعنويات. المعنويات هذا هو أكبر انهزام. يعني الآن المعركة دائرة هناك، إن شاء الله ربي إخواننا ننصرهم، ولكن أكبر هزيمة هو أن ينهزم الإنسان نفسيا، يقول خلاص. كثير منا يقول ما الفائدة وماذا سنعمل أمام تكالب واجتماع كل هذه الدول وكلها تساعد في إسرائيل، ولكن من هذا المنبر أقول أو أبشر مثل ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين. فقلت النبي صلى الله عليه وسلم الحالة الأولى من حالة الاستشراف ويتكلم على أمور مستقبلية وهو فار،
فوضعت قريش جائزة 100 ناقة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق. فخرج الناس يبحثون، وكان ممن خرج رجل يسمى سراقة بن مالك، واستطاع أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب منه غاصت فرس، يعني أقدام فرس سراقة بن مالك غاصت في الأرض، ولم تكن الأرض لا سبخة ولا رملية ولكن أرض صخرية، مع ذلك غاصت الأقدام. فعرف سراقة أن هذا الذي أمامه فعلا رسول، يعني حتى أختصر، فبعد مفاوضات يعني حتى يكتم الخبر، الآن حتى يكتم الخبر ولا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير في هذا الاتجاه، عليه أن يعطيه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، ما بالك إذا أعطيتك سواري كسرى؟ كسرى هذا في بلاد فارس، ونعرف هذا الحضارة الفارسية، وكسرى كانوا عنده سوارين من ذهب. النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش ضامن، يعني كل قريش تبحث عنه وجعلت فدية لمن يأتي به، هو ينسى هذا الموقف ويعالج هذا الموقف ويبتعد عن هذا الموقف بحديث على 10 سنوات ولا 15 سنة في المستقبل. سراقة يعني اندهش، انت ما كنتش ضامن روحك حتى الآن وتتكلم لي انت عن سواري كسرى. سواري كسرى يعني انه راح تكون دولة إسلامية وتدخل في حرب في مواجهات مع دولة فارس، وينتصر المسلمين على الفرس ويأخذون الغنائم. بعد ذلك من هذه الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم يمنح سواري كسرى لسراق، يعني انت اكتم علينا وانا في المقابل. يعني فهذا سراق مع الإيمان شوية تردد، قال له: اكتب لي كتابا. خلاص أنا أمنتك، شفت الآن واحدة من الدلائل أن الله أيدك والفرس تاعي غاصت الأقدام تاعها في الأرض، إذا اكتب لي كتابا. فقال له: اكتب يا أبا بكر. فكتب سيدنا أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد سراقة بن مالك بأن يعطيه سواري كسرى. يعني يقول هذا ضرب من الخيال، هذا قولي ما شئتي، ولكنه الاستشراف النبوي لغير المسلمين. هذا راه سراقة مش مسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم له على المستقبل، على سنوات طوال وكيف أنه ينتصر الإسلام. فكتمها سراقة، هذا أخذ الكتاب وكتم هذا الأمر، وبدأ يرد الناس الذي يلقاه في هذا الطريق، قال له: لا يوجد من هنا أحد، فقد كفيتكم. فحدث ما حدث، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصل رحلته إلى المدينة وأسس الدولة وخاض غزوات وحروب، وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم ويتوفى ويلتحق بالرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه، ويخلفه سيدنا أبو بكر الصديق ويجهز جيش لمحاربة الفرس، ويتوفى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحدث في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن انتصر المسلمون على الفرس وأخذوا الغنائم، وكان من جملة ما أخذوا سواري كسرى. فأتى سراقة بن مالك وكان قد أسلم وحسن إسلامه، يطالب بحقه وأخرج الكتاب، قال: لقد وعدني النبي صلى الله عليه وسلم قبل 15 سنة يوم أن كان وحيدا في الصحراء مع غير أبو بكر الصديق، وكل الأمة تبحث عنه من أجل أن تقتله أو أن تعتقله، وهو يتكلم عن تأسيس دولة والانتصار على هذه الحضارة الفارسية بما فيها، وأخذ الغنائم ويمنح الغنائم. يعني بين هذه الحادثة التي وقعت وتحقق هذا تقريبا 15 ولا 17 سنة. ولكنه هذا هو الاستشراف النبوي لغير المسلمين ولغير المؤمنين. سراقة هذا ما يعرفش الله سبحانه وتعالى وليس مسلما، ولكنه لما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قليلا، ولكن تحققت ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم تحقق، وهذا الاستشراف وهذا التطلع للمستقبل تحقق، وعاش سراقة بن مالك إلى أن أخذ سوار كسرى كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. الذي كان يعني قبل أثناء الهجرة يقول: يا رسول الله ماذا تقول أنت؟ غير فقط أنجو بنفسك فقط، غير تسلك توصل للمدينة بزاف عليك، أنت ماكش تكلم منا على عام وماكش تكلم منا على عامين. الآن هكذا كثير من الناس يقولوا: غير توقف هذه الحرب فقط، غير
ولكن المؤمن عنده ثقة بربي سبحانه وتعالى. أنا نقول ماشي توقف الحرف فقط، ولكن والله 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 سينتصر إخواننا، والدليل أنهم 37 يوم لحد الآن لم تستطع هذه القوى الغاشمة نعم. إسرائيل ومن خلفها أن تحقق ولو شيء من بسيط من الذي كانت تطمح إليه. ويصرحوا قالوا ما كنا نعتقد أننا كانوا يعتبرها جولة يوم ولا يومين نعم. ولكن على كبار الإنسان كبار قادتهم طالت الحرب نعم طالت الحرب صح نعم. وحتى في هذه والله العظيم تتحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث كل الجزائريين اليوم تلو يحفظوه ويعرفوه نعم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا خذلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن يقول لما يقول هذا الكلام أمام أبو بكر الصديق وأمام عمر وأمام باقي الصحابة والذين يعرفون ويعتقدون ويعملون على أن إنما المؤمنون إخوة نعم. يعني والمؤمن للمؤمن كالبنيان وأن المؤمن حرام عليه بيخذ خوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما يجي بعد 14 قرن تحقق هذا الأمر لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. قالوا أين هم؟ قال ببيت المقدس وأكتاف بيت المقدس. الذي يهم هو أنه قال لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أنا ذاك يقول يا رسول الله كاين واحد مسلم يجي في وقت من الأوقات واحد مسلم واحد مؤمن يخالف خوه المؤمن ويخذله وما ينصروش وما يوقفش معاه. تفاجئوا الصحابة بعد 14 قرن تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وها هم في غزة الآن يشاهدون وأكثر من مليار ونصف ولا من المسلمين ولا يزيد ولا يقل ولا خذلوهم. أنا ما نتكلمش الموقف هنا موقفنا احنا دولة وشعبا وسلطة يعني متضامنين ومتعاونين مع غزة، ولكن كثير من الجوار المجاورين لهؤلاء الأبطال الصناديد المجاهدين خذلوهم نعم. خذلهم في مواقف خذلهم ما كانش تعب خذلهم بأشياء كثيرة فتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان نرجع 14 قرن الوراء سيدنا عمر يقول مستحيل يجي وقت المؤمن يتخلى على أخوه المؤمن المؤمن يخذل أخوه المؤمن المؤمن لا يعين ولا يساعد أخا، ولكنها نبوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. مثل ما كان يتكلم عن البشارات كذلك تكلم عن أمور لا تسر ولكنها نعم. تحققت أكيد. والجميل جدا أن المواقف في الجزائر ثابتة والجزائر واقفة دولة وشعبا ليس قولا فقط وإنما فعلا مع إخواننا في غزة. ولما نشاهد ربما أستاذ الأحداث الجارية في قطاع غزة الأمل الكبير يعطيه لنا أهلنا في غزة من خلال توثيقهم عبر هواتفهم لكل ما هو جرائم حرب داخل القطاع. يعني رغم الحصار رغم التقتيل رغم كل شيء يوثقون الأفعال البشعة لهذا الاحتلال الغاشم. حقيقة هذا هو الأمل الكبير الذي يبعثه الفلسطينيون لدينا كمسلمين ونحن بعيدين عنهم لكن قلوبنا دائما معهم وجوارحنا دائما معهم. أثر هذا الاستشراف في نفوس المسلمين أستاذ؟ نعم. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت في هذا الحديث مع سراقة بن مالك ولا حتى مع خباب بن الأرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال ألا تدعو لنا ألا تنتصر لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان متكئا جلس وقال كان في من قبلكم يعني في الأمم السابقة حتى نعرفوا يعني ونقارنوا كان في من قبلكم يعني يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ويوضع فيه ويؤتى بمنشار فيشق نصفين ويخدش ما بين لحمه وعظمه يعني هكذا ومع ذلك لا يصده هذا عن دين الله أو عن دينه نعم. ثم هنا الاستشراف والبشارة ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر ولا هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. احنا هذا الحال التي نعيشها يعني الآن ولا إخواننا هناك ولا احنا نستعجل
نصر، نريد أن يكون النصر الآن. نعم. هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت من خلال هذه الأحاديث والأحاديث كثيرة يقول أن النصر للفئة المؤمنة وأن الغلبة للمؤمنين وأن النصر للمؤمنين، ربما يتأخر قليلا هذا النصر، ولكن النصر والتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون لهذا الدين وسيكون لإخواننا المجاهدين في غزة. ويكفي يكفي يكفي إخواننا، يعني كل في كل محنة هناك منحة أو منح. يكفي أن أنت أشرتي أننا الآن في الجزائر، يعني ما كان الشعب يحب فلسطين ويحب غزة مثل الشعب الجزائري، وأنا أرى هذا. هذه الأيام هذه المساجد تاعنا عودت ولات مكتظة. نعم. يعني بعث هذا البعث روح الإيمان وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ورغم كثير من الناس اللي ما كانش يصلي الفجر يصلي الفجر، يأتون ويصلون ويدعون ويلحون في الدعاء. يعني هذا ما يحدث هناك، هما نشوفوا فيه خراب ونشوفوا فيه دمار وضحايا وشهداء وأشلاء، ولكن نحيي الأمة. أنا نتكلم، أنا جزائري أتكلم بما أرى. هذا ما يفعله إخواننا هناك كما قلت رغم الضريبة كبيرة، ولكنهم أحيوا الأمة وأعادوا لها الأمل. نعم. وروح أحيوا فيها روح الجهاد، روح الأخوة، روح التضامن. وأنا أرى هذا يوميا كما قلت في مساجدنا في طرقنا. نعم. الناس شعارات في سياراتها في أشياء كثيرة لم تكن لتحدث لولا ما حدث هناك في غزة. وهذا ما يؤكد كذلك أن المستقبل لهذا الدين، وأن النصر آت لا محالة. نعم. وأن النصر قريب. عبد الحميد بن البليس رحمة الله عليه. نعم. هو إمامنا وإمام الجزائريين، لما اشتد ظلم فرنسا يعني في الجزائر دخلت واشتد الظلم والطغيان، فكان عبد الحميد بن البليس رحمة الله عليه هذا الكلام مدون مسجل يقول الاستقلال راه قريب. قالوا كيف؟ مع هذا الاضطهاد وهذا مثل ما يحدث الآن، هذا هو الأمل والاستشراف وبث روح اليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى هنا. نعم. قال لهم لأني نعرف أنه كل ما بعد كل ظلام يأتي الفجر، كلما اشتد الظلم هذا دليل على أن الفرج سيأتي. كانت الأمور تبدو عادية وكأن القضية خلاص انتهت، ولكن ما فعله إخواننا في غزة أعاود أعطى روح ونفس جديد للقضية، وبين اليهود على حقيقتهم وبان الغرب على حقيقته. هؤلاء الذين كانوا يدعون الحضارة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق في لحظة في أيام قليلة انكشفوا وعراتهم غزة. نعم. عرات كل العالم وعرات كل هذه القوى العظمى التي كانت تدعي وتدعي وتدعي. نعم. معالم الأمل أستاذ واضحة، ومن خلال أحداث الخندق التي صورها القرآن الكريم من خلال سورة الأحزاب، ليس كذلك؟ وهو أمل كبير. نعم. أنا أختم نعم بهذا. تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في الهجرة، وتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مكة، وكيف كان يبث الأمل والاستشراف ويتكلم على سنوات يعني قادمة. ما حدث في الخندق كذلك أمر. نعم. عظيم عظيم وعظيم وهو جدا. أمل كبير وواضح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم محاصر في المدينة مع 3000 يعني مقاتل أو مجاهد، 10,000 يعني الجيش العدو بما فيه والقبائل كلها مجتمعة ومحاصرة للمدينة. بدأ اليأس يدب إلى نفوس الصحابة. نعم. وتظن كما يقول ربي سبحانه وتظنون بالله الظنون، كي الناس ولاو يشكوا أو إحنا على حق ولا هو إحنا على حق ولا على باطل، ربي ينصر المؤمن وإحنا يعني هذا هو المعنى. بدأت هذه الظنون وهذا الشكوك وهذه الوساوس تتسلل إلى نفوس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يعلمهم الصلاة ويتكلم عن الزكاة ويتكلم عن الحج، ولكن في نفس الوقت كان يبث الأمل ويرفع المعنويات ويعرف أن نفسية الإنسان ضعيفة. فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وأن النصر راح مش قضية في العدد من بعد، وإنما لما ينتصر الإنسان ويقوي عزيمته ويحارب هذا اليأس والقنوط إن شاء الله يأتي النصر في الميدان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت عرف الأمر هذا، وهو كانوا قد حافروا خندق. الخندق هذا طول تاعه 12 كيلومتر والعرض تاعه 4 أو 5 أمتار،
يعني من جهة شمال المدينة. أثناء حفر الخندق النبي صلى الله عليه وسلم شك وقال هناك صخرة لم نستطيع أن نكسرها، فأخذ المعول أخذ الفأس وضرب ضربة فانشقت هذه الصخرة، يعني شق جزء منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. في رواية يقول تكلم هناك، في رواية قال الله أكبر، ثم ضرب ضربة ثانية وقال الله أكبر، انشقت الجزء الثاني من الصخرة، ضرب ضربة ثالثة وقال الله أكبر، انشقت كذلك، ومع كل شق يحدث هناك يحدث لمعة في الصخرة. فالصحابة قالوا يا رسول الله كنت كل ما تضرب ضربة تقول الله أكبر الله أكبر. فقال لما ضربت الضربة الأولى وقلت الله أكبر، قال أريت مفاتيح الشام وأعطيت مفاتيح نفتح الشام. نعم يا رسول الله تنفوتوا غير هذا الأسبوع، هذا 10,000 هذول اللي محاصرين نسلكوا منهم. ومن بعد الضربة الثانية يقول أعطيت مفاتيح فارس، الضربة الثالثة يقول أعطيت مفاتيح اليمن. ما شاء الله، ماذا نسمي هذا؟ طرق لولا الإيمان والصدق ماذا نسمي هذا؟ لولا أن المتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. لأنه الآن لما نقول لخاوتنا ونصبرهم ونقول نصر، قال أنت إمام ولا أنت داعية وخلاص، ولا شكون تحتك تكلم بالكلام. ولكن أنا أقول أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي رايح نقوله الآن صالح في غزوة الخندق، وصالح الآن في المعركة اللي تحدث في فلسطين. نعم. صالح لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وصالح للمجاهدين الآن في غزة. صالح يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على فتح فارس وعلى فتح اليمن وهم محاصرين. يعلق أحد الصحابة يقول والله الواحد فينا ما كانش يستطيع حتى بيقضي حاجته، يعني ما كانش عنده مرع يخرج. نعم. يبتعد قليلا ليقضي حاجته، لا يستطيع، ما يقدرش يخرج واحد وحده حتى ياخذ معه صاح زميل واحد ولا اثنين لقضاء حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يهرب من كل هذا الواقع المؤلم وهذه المأساة وهذا الضغط النفسي وهذا الانهزام الى شيء اخر، رايح نفتح الفرس ونفتح اليمن ونفتح الشام. ما أعظمك يا سيدي يا رسول الله، حبيبي يا رسول الله. شكرا لك. هذا الذي نقوله لإخواننا في غزة. نعم. نقول لإخواننا في الجزائرين ولكل مؤمن ومؤمنة، هذا هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام آنذاك يقول هذا الكلام الآن. والله سيكون النصر إن شاء الله. والنصر آتي لا محالة، وربنا نعم. إن شاء الله ينصر إخواننا إن شاء الله المستضعفين في كل مكان وخاصة إخواننا في غزة. شكرا أستاذ. حتى نختم الفقرة اليوم، كل الجزائريين على موعد مع صلاة الاستسقاء، وهو الذي يبعث وينزل الغيث من بعد ما قنطوا. أستاذ في الأخير ربما رسالة حتى يتوجه كل الجزائريين للمساجد من أجل صلاة الاستسقاء. مشكورة جدا، يعني ذكرتيني حتى من ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وهو أمل كذلك. نعم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. الله نسأل أن ينشر رحمته على البلد وكل بلاد المسلمين. دائما في لمحاربة اليأس والقنوط، خاصة في ناحية هذا ناحية المناخ وأمطار. نعم. وناحية اقتصادية، شرع علينا الله سبحانه وتعالى صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هذه هي عبارة عن دعاء. نعم. حينما نكون بحاجة إلى أمطار نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في هذه الصلاة بأن يسقينا. ولكن ذكر العلماء أن هناك مستحبات. نعم. لصلاة الاستسقاء في عجالة فقط أستاذ، في عجالة، وهي التوبة والاستغفار والإنابة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى ورد المظالم وإصلاح الخصومات والإكثار من الصدقة، ثم يكون الإقبال الكبير، يخرج الصغير والكبير، يخرج المرأة، تخرج المرأة ويخرج الرجل، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدواب الحيوانات تاعهم وكانوا يخرجوهم معهم. أما أن يعزف الناس عن الخروج لهذه الصلاة فهذا الذي لا يعقل ولا يقبل. فالله نسأل أن يسقينا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل. والله الله نسأل أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. والله الله نسأل أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام وينجينا من الظلمة إلى النور ويجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. شكرا أستاذ، كلام ينبع من القلب إلى قلوب كل مشاهدينا في هذا الصباح. يومك موفق. وهذا هو الكلام الطيب والجميل الذي يبعث في نفوسنا الأمل حتى
نبدأ يومنا بكل طاقة إيجابية. مشاهدينا الأفاضل، أنتم على القناة الأولى والقناة الثالثة الإخبارية لتلفزيون الجزائري، ما زلتم متواصلون معنا من خلال هذه التغطية الخدماتية الصباحية. خدمة كانت إذن هذه بعض الأرقام والعناوين من خلال خدماتنا الصباحية. مازلنا معكم مشاهدينا في محطتنا الموالية، فقرة تحسيسية وتوعوية نناقش من خلالها الحقائق للأسف التي لازالت تعيشها طرقاتنا من خلال تسجيل العديد من الحوادث التي تزهق الأرواح وكذلك الممتلكات البشرية. قراءة في الأرقام بعد فاصل قصير. أرحب بالملازم الأول كريم بن حفصي المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية. أهلا كريم. صباح الخير سيدتي الفاضلة، صباح الخير كل مشاهدينا عبر تلفزيون العموم. أكيد نحن نحاول من خلال هذه الفقرة التحسيسية والتوعوية لا تخويف الناس، لكن تقديم حقائق. للأسف لازالت طرقاتنا بالرغم من كل منابرنا الإعلامية والتدخلات والأيام التحسيسية والتوعوية تشهد العديد من الحوادث وللأسف زهق العديد من الأرواح. بلغة الأرقام سوف تعطينا كريم قراءة في هذا الصباح. شكرا. في البداية شكل التلفزيون العمومي هذه الفضاءات الإعلامية والمنابر التي من خلالها ندخل البيوت والمنازل. الآن احنا موجودين في 58 ولاية. نعم. من خلال وجودي معك في البلاطو ندخل البيوت دون استئذان من خلال التلفزيون العمومي، فشاكرا للتلفزيون العمومي هذه الخدمة
التي يقدمها للمواطنين والمواطنات في كل ربوع الوطن حتى نكون أقرب من خلال وجودنا في هذه المنابر الإعلامية لتقديم مجموعة النصائح والتوجيهات. نعم. ثم بعد ذلك ونحن نعيش تقريبا حوالي 60 دقيقة أو 90 دقيقة من الآن اللي راح نشوف كل ولايات الوطن تكون على موعد لصلاة الاستسقاء اللي نطلب من العلي القدير أن يسقينا الغيث ولا نكون من القانطين، حتى إن شاء الله الفلاحين والمزارعين والمستثمرين في هذا المجال يكونوا على أهبة وعلى استعداد لبداية موسم الزراعة والحرث وتحضير كل ما له علاقة بالمنتوج الفلاحي والزراعي. وإذا عدنا إلى موضوع وجودي معك في البلاتو، هو في الحقيقة موضوع كان لابد من الإشارة إليه، وهو قراءة في الأرقام والإحصائيات للعشرة أشهر الأولى من السنة الجارية من سنة 2023 في محور حوادث المرور، وما سجلناه من حوادث أليمة ومن خسائر بشرية وفي الممتلكات عبر ربوع الوطن. فالمشاهد الكريم، ربما كنا نتكلم في كل مرة على حملات توعوية تحسيسية، كنا نتكلم على نصائح، على ما يجب أن يكون في الطرقات، ما يجب أن يكون في المركبة، ما هي السلوكات الإيجابية التي لا بد أن يتحلى بها سائق المركبة مهما كان شكلها وحجمها ونوعها. نعم. الآن احنا لما سجلنا هذه الأرقام على المستوى المديرية العامة للحماية المدنية، كان لزاما علينا أن نصارح المواطن الكريم من خلال التلفزيون العمومي ونقول له هذه الأرقام التي سجلت على مستوى شبكة طرقاتنا في 58 ولاية منذ الفاتح جانفي من السنة الجارية إلى غاية وجودي معك في هذه الصبيحة الكريمة. نعم. إذن بلغة الأرقام، أرقام مخيفة جدا، أرقام مذهلة. نقول باللي القراءة نتاعها تتبعثر الكلمات ويعجز اللسان عن التعبير، خاصة في عدد الوفيات وعدد الجرحى. نعم. فإذا تكلمنا على عدد الحوادث المرورية التي سجلتها المديرية العامة للحماية المدنية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية، نتكلم على أزيد من 53663 حادث مرور. نعم. أزيد من 53663 حادث مروري أليم وقع على مستوى شبكة الطرق الوطنية والولائية وحتى البلدية في كل ولايات الوطن. هذه الحوادث المرورية تدخلت فيها مصالحنا في 98176 تدخل، أو قامت مصالحنا أزيد من 98176 تدخل. نعم. إذن رقم كبير جدا. لما نتكلم على التدخلات أو عدد التدخلات، نتكلم على ما سخرته الدولة الجزائرية ممثلة في المديرية العامة للحماية المدنية من شاحنة تدخل ومن سيارات إسعاف ومن عنصر بشري بمختلف الرتب ومن الوسائل الموجودة في شاحنة التدخل وفي سيارة الإسعاف. نعم. إذن حجم كبير. بالإضافة إلى إذا تكلمنا على أزيد من 98 ألف تدخل و 176، نتكلم عن الحجم الساعي، شحال تطلب لنا وقت هذه 98 ألف تدخل، شحال درنا فيها وقت، شحال رحنا للجانب المادي، شحال صرفنا فيها بنزين أو مازوط باش وصلنا للتدخل وقمنا بإسعاف الضحايا وحولناهم المستشفى. فأرقام كبيرة جدا. نعم. لا تنتهي عن الأرقام التي أتكلم عليها. إذا أزيد من 98176 تدخل، الآن وصلنا إلى نقدر نقول الخانة التي أشير إليها باللون الأحمر. شحال خلفت لنا هذه الحوادث المرورية وهذه التدخلات اللي قامت بها المصالح نتاعنا؟ نعم. أزيد من 66820 جريح. زميلتي المحترمة، لكن المواطن الكريم الآن على مائدة فطور الصباح وشرب هذاك الفنجان تاع القهوة الكحل وراه يفهم فيا في الأرقام اللي نقول فيها، هذه الأرقام تطبق في ما يسمى بالحروب الأهلية. نعم. 66 أزيد من 66820 جريح. ينتهي الحبر وتجف الأقلام لما نتكلم على أزيد من 1603 قتيل. إذا تكلمنا على 66800 وحاجة جريح، نقول لك إلى الخانة الحمراء التي لا يجب أن نقف عندها أو نسكت عنها، وهي أزيد من 1603 قتيل منذ الفاتح جانفي من السنة الجارية إلى غاية اليوم. عبالك واش معناتها 1600 واحد ماتوا لنا في لي زاكسيدون سيركيلاسيون؟ لو درنا إحصائيات تاع حروب أهلية ما نلقاوش 1600 قتيل في 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 10 شهور. أو عدد كبير جدا. نعم. 1600 قتيل، 1600 قتيل كانوا موجودين على قيد الحياة في 31 ديسمبر في 2022. داروا معنا النوفالون باش نتكلموا بهذه اللغة اللي يعرفها الجميع كاع. العام الجديد كي دخل علينا كانوا حيين هذ الناس. كي دخلت علينا 2023 كانوا حيين. شافوا ساعة الصفر كيفاش دقت وتبدلت السنة من 2022 إلى 2023.
كانوا موجودين على قيد الحياة. اليوم هم في تعداد الموتى، هم على مستوى القبور، هم على مستوى الدار الآخرة الآن. شكون هو السبب؟ هو العنصر البشري الذي حرك المركبة من النقطة ألف وكان متوجه إلى النقطة باء، مهما كان شكلها وحجمها ونوعها، مهما كانت نوع الطريق اللي كان فيها، نعم، مهما كانت السرعة اللي كان يستعمل فيها، برغم كل الأسباب. كل الأسباب الآن هم في تعداد الوفيات. نعود نولي إلى 66823 جريح أو أزيد من 66823 جريح. إحنا لما نقوم بالإسعافات الأولية في الحادث المروري ونرفع الضحية أو ما يسمى بالإجلاء الصحي، نرفع الضحية على مستوى سيارة الإسعاف ونوجهها إلى أقرب مركز صحي أو يكون حي في سيارة الإسعاف، يحسب عندنا من المجروحين، نعم، سواء كان عنده كسر على مستوى العمود الفقري أو البصلة السيسائية أو كسر في اليدين أو فاقد الوعي لكن مازال حي ساكن وصله للمستشفى، قد يكون أو قد تكون إصابته مضاعفة ويتوفى. راه يزيد العدد من 66 ألف اللي يكونوا مجروحين، يزيدوا نرفعوا هذوك اللي توفوا لنا إلى 1603. معناه اليوم احنا كمديرية عامة للحماية المدنية، أنا أتكلم بهذه الأرقام التي أحصيت أو سجلت على مستوانا. لو يجي زميلنا تاع مديرية الصحة والسكان أو وزارة الصحة والسكان يجي يقعد معنا ويقول لنا حبسوا، أنتم ما عندكم العشر شهور الأولى تاع الحماية المدنية هاو سرحتوا. دوك نعطيكم أنا العشر شهور الأولى تاع 2023 واش صرا عندنا في المستشفيات. شحال جبتوا لنا ضحايا؟ اللي جبتوهم مجروحين وخرجناهم ولا عالجناهم، واللي جبتوهم مجروحين وتوفوا لنا في المستشفى، نزيد نضيفوهم أو نضيفوهم إلى 1603 قتيل. بدراسة اجتماعية أو في حل حالات الموضوع في الحالة الاجتماعية، هذا 66823 جريح كان المجروح اللي نعرفوه احنا نديروا له شوية ميركروكروم الدواء الأحمر ويروح، ولا يخيطوه ولا يديروا له الجبس. كاين مجروح اللي الآن لا يقوم بواجباته اليومية، عاهات مستديمة، عنده يمشي بالكرسي المتحرك، نعم. كاين اليوم موظف اللي خرج أمالدي مالادي لونغ ديوري، كان يخدم في التلفزة العمومية ولا في الحماية المدنية ولا في قطاع آخر، لكن بسبب الحدث المروري اليوم راهو أمالدي، اليوم راهو عاجز عن أداء الوظيفة التي أسندت إليه يوم توظيفه. نضيف لك حاجة واحدة أخرى، هناك من الأفراد الذين لا يستطيعون حتى القيام بحاجياتهم اليومية أو حاجياتهم الفردية لبوزوان تاعهم. شحال هي تكاليف الدولة الجزائرية أو الصناديق التي رخصت لها الدولة الجزائرية لتعويض هذا الجرحى؟ شحال هي الصناديق أو المبالغ المالية لونفلوب اللي مسخرتها الدولة الجزائرية للتكفل بالجرحى في المستشفيات؟ هذاك المريض اللي راونا في المستشفى احنا نروحوا نطلعوا عليه ونديوا له بوكينوار ونطلعوا عليه وان شاء الله سلامات وان شاء الله، ايه بصح راه موجود في المستشفى، شحال التكلفه نتاعو؟ السرير واللومبا اللي تشعل في الشومبره تاعو وهذيك فام دي مناج اكرمك الله اللي تنظف في القاعه ولا في الغرفه اللي راهو فيها، الانفيرمي اللي راهو مسخر له باش يدير له التريتمون تاعو اللي اقرها الطبيب، الطبيب المعالج اللي راهو يجي ودايما يشوف يدير له ان دياغنوستيك كوديديان. إذا هناك مبالغ مالية لا ترى بالعين المجردة، أكيد تبعيات الحوادث، نعم تبعيات، وهناك مصاريف ما نشوفوهاش احنا كمواطنين لأننا احنا نكونوا مقهورين مع وليدنا ولا صاحبنا ولا زميلنا اللي راهو مجروح، نروح نطلعوا عليه ونضامنوا معاه على الحالة نتاعو، لكن كاين واحد التبعيات خفية لا يدركها المواطن في بعض المرات. نعاود نولي إلى الوفيات، أزيد من 1603 قتيل. هذا الناس اللي كانوا حيين والان توفاوا ربي يرحمهم، شحال خلاونا ارامل ولا العكس؟ توفات الزوجه وخلت لنا السيد ارمل، خلت لنا السيد من دون زوجه، شحال خلاونا عائلات بالايتام؟ صح، ارقام مذهله جدا. شحال من واحد كان يقول بابا وماما واليوم ما عندوش هذه المصطلحات، هذيك الحنانه اللي نتكلموا عليها احنا كجزائريين ونقيسوا في المشاعر نتاعنا، اي ما كاش يلحق رمضان يتفكر باباه ويماه اللي فقدهم في الاكسيدون سيركيلاسيون كي كانوا رايحين للبحر في الصيف، كي يلحق العيد صغير يتفكر يماه اللي كانت تديه البازار وتديه الحانوت باش يشري له حوايج العيد، اليوم ما كاينش اللي يدير له السلوك هذا. كي يلحق العيد الكبير يتفكر باباه اللي كان يقودو ويديه للسوق باش يشري هذيك العياده ولا ذاك الخروف. فهذه الحياه الاجتماعيه التي نعيشها جميعا قد تفقد بسبب الحوادث المروريه. اكيد. الاسره كانت عايشه جو من السعاده ومن الاستقرار ومن الحياه التي متعارف عليها في كل ربوع الوطن، بسبب الحوادث المروريه الاليمه تفقد هذه المحطات. تولي ما كاينش لا مامون في الدار، ما كاش بابا في الدار، ما كاش اللي يقوم بهذه يمد لنا هذه العواطف ويمد لنا هذه المشاعر الجياشه اللي تخلي الولد يرضى يتربى في الحنانه نتاعو تاع الاسره الى غيره. نعم. ثم نعود الى ملفات اخرى تعلق بمديريه النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى ولايه الوطن. هذا الارمله يلزم لها بونسيون. باش تعيش يا ولاده.
أو ملف يتفتح على مستوى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن والدولة تتكفل بهذه السيدة. نعم. هذ الأولاد باش يقراوا باش يكبروا باش يولي 18 سنة ولا 19 سنة يولي راجل ساكوت. كاين مصاريف أخرى. تكاليف كبيرة. تكاليف أخرى. ثم بلغة أخرى في نهاية السنة في 31 ديسمبر كاين تقارير، احنا رانا ننتمي إلى هيئات أممية إلى منظمات عالمية. صح صح. كاين تقارير احنا كمديرية عامة نرفعها إلى الجهات الوصية علينا اللي هي وزارة الداخلية، وزارة الداخلية تعمل تقرير مفصل ترفعه إلى الوزارة الأولى، الوزارة الأولى إلى رئاسة الجمهورية، ثم بعد ذلك كاين هيئات معينة أو جهات معينة ترفع التقارير إلى الهيئات الأممية. نحن لا نريد أن تكون الجزائر ضمن المراتب الأولى في حوادث في الحالات الأولى. صح. نحن لا نريد أن نرتب الجزائر أو لا نريد أن نرتب وطننا العزيز في الخانات الأولى للحوادث المرورية التي تقع في كل دول العالم. إذا تكلمنا على أزيد من 1603 قتيل، واليوم احنا رانا 10 ولا 11 نوفمبر، ما زالت لنا 20 يوم من هذا الشهر وما زال لنا شهر ديسمبر. إذا لم نقف جميعا وقفة رجل واحد، وقفة رجل له ضمير إنساني، ونكبح هذه المظاهر وهذه الحوادث المرورية والمجازر الأليمة، شحال راح يكون عندنا عدد 30 دوز؟ اليوم أنا في 10/11 راني نتكلم لك على أزيد من 1603 قتيل. كي نوصلوا ل 31/12 شحال راح يكون عندنا أرقام؟ لو تشاطريني الرأي من خلال ما تبثه صفحة الفيسبوك في الوسائط الاجتماعية وكذلك القنوات التلفزيونية، ما عندناش حدث مروري يقول لك سجلنا فيه جريح واحد. اليوم عندنا حدث مروري يقول لك فيه 10 جرحى. صح. 5 جرحى. وللأسف حتى وفيات. حتى وفيات. وآخر حدث مروري اللي راهو الآن متصدر الحوادث المرورية لهذا الشهر هو الحدث المروري اللي وقع في مدينة لا 14 ولاية بومرداس، أسرة بأكملها أغلق دفترها العائلي، الأب والأم وثلاثة أبناء، اصطدام سيارتهم مع حافلين نقل مسافرين. ما ندخلوش في الملابسات تا وقوع الحادثة أو الواقعة، لأنه هناك جهات أمنية مخول لها قانونا في فتح ملفات وتقارير في أسباب وقوع الحادث. لكن احنا نتكلم كصورة عامة كدراسة سيميولوجية للواقع، نتكلم على أنه خسرنا 5 أفراد من أبناء الوطن. افتحنا ملف تاع الأيتام، افتحنا ملف تاع حوادث مرورية، ضفنا عدد إلى خانة الأرقام والإحصائيات. فلما كنا على مستوى مكتب المديرية العامة للحماية المدنية وكنا نشوف في هذه الدراسة لهذا القراءة، شفنا أنه شهر جويلية من السنة الجارية هو الذي بلغ الذروة في الحوادث، ومن خلال عدد الوفيات 239 متوفي أو قاتل في شهر جويلية فقط. في شهر؟ في شهر جويلية 239 قتيل. شهر جويلية هو نقدر نقول ذروة فصل الصيف، وين شفنا تدافع كبير للشباب والمواطنين والأهالي من مختلف مناطق الوطن في حركية كبيرة، لأنه نعم. كان العطلة السنوية وكذلك موسم الصيف والبحر وغير ذلك، وتبادل ربما التهاني كان بعد نهاية عيد الأضحى المبارك لغير ذلك. شفنا تدافع كبير، شفنا من خلاله 239 قتيل فقط في شهر، في شهر واحد 239 قتيل. إذن نقدر نقول أنه لابد على الجميع أن يصطف وراء الحملات التوعوية والتحسيسية التي تنظمها الدولة الجزائرية، أقول الدولة الجزائرية ممثلة في الجهاز الأمني، الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية والمندوبيات الوطنية للسلامة المرورية أو الأكاديميات أو فعاليات المجتمع المدني، حتى وسائل الإعلام وما تقوم به من عمل توعوي وتحسيسي كبير. إحنا الآن في هذا البلاطو نتكلم بلغة الإعلاميين إلى المواطن الكريم اللي يشاهد فينا الآن. إذن عمل جبار يقوم به التلفزة العمومية من خلال قنواتها، من خلال منابرها، من خلال فضاءتها، من خلال استضافتها للشخصيات والإطارات والخبراء في مجال السلامة المرورية. فلا بد على الجهة المقابلة اللي هي الفئة المستهدفة اللي هي سواق المركبات أن تكون لها أذان صاغية، لأنه أزيد من 1603 قتيل عدد كبير جدا، أزيد من 66,000 جريح عدد كبير جدا، أزيد من 98,000 تدخل قامت به مصالح الحماية المدنية عدد لا يستهان به. وإذا تكلمنا على الحوادث المرورية 53,000 أو أزيد من 53,000 حادث مروري، فأرقام نقدر نقول تتبعثر العبارات باش نعبر على هذه الواقعة وهذه المجازر وهذه الصور الأليمة. ربما التلفزيون العمومي يحوز في أرشيفه على بعض الصور الأليمة التي في بعض المرات لا يمكننا أن نصف نوع المركبة، ما نقدروش نعرفوا الطوموبيل هذه، ما نقدروش نعرفوا النوع تاعها ولا الشكل تاعها ولا جراء شدة الحادث، جراء شدة الاصطدام، خاصة إذا كانت مع
حافلة لنقل مسافرين أو شاحنة لنقل بضائع أو ربما انحراف وانقلاب لعدة مرات هذه المركبة. رغم الحمد لله أن الجزائر اليوم ماشي الجزائر تاع سنة 2000 أو 2010، اليوم رانا نملك من شبكة الطرق، من الجسور، من كل الظروف التي تساعد على السياقة المريحة. هذا من جهة. من جهة ثانية، الجزائر اليوم تملك حاضرة للسيارات ماشي اللي كانت في السبعينات. نعم، اليوم السيارات عبارة عن نقدر نقول ما نقولوش فخمة، ولكن فيها سيستم دو كونفور، معناتها الإنسان اللي يكون يسوق في المركبة عنده كل الظروف المريحة التي تساعده على السياقة الآمنة. نعم، فقط لابد على المواطن الكريم وعلى السواق وخاصة السواق المحترفين اللي هما سواق سيارة الأجرة وحافلة نقل مسافرين ونقل بضائع أن يلتزموا بأعلى درجة الهمة والحيطة والحذر في تطبيق قانون المرور وإشارة المرور. حتى السادة الأئمة وخطاب الجمعة يتكلموا في الموضوع تاع الحوادث المرورية، يتكلموا على أنه الإنسان إذا تجاوز السرعة المحددة قانونا في الإشارات العمودية والأفقية، فهنا الإنسان هذا يقدر يكون في خانة ما يسمى بالمحاولة الانتحار. نتمنى احنا ان شاء الله السلامة للجميع من خلال هذا النصائح أكيد. والإرشادات اللي رانا نقدموها في كل مرة حتى لا تكون بلادنا ضمن المراتب الأولى في إحصائية حوادث المرور. أكيد، شكرا لك كريم. نتمنى الكل يتحلى بروح المسؤولية، خصوصا مستخدمي الطرقات وخصوصا من طرف شبابنا، لأنهم يعتبرون مسؤولين كذلك وبدرجة كبيرة جدا حول هذه حوادث الطرقات. والجهود مبذولة من طرف الدولة الجزائرية وجهزتها الأمنية وشركائها للحد أو للقضاء لما لا يأتي يوم للقضاء على هذه. هنا سيدتي الفاضلة، لكن يسمح لنا الوقت أننا نقدم خالص الشكر والتقدير لجهاز الدرك الوطني والأمن الوطني على كل البرامج اللي رام يقوموا بها من خلال السدود المنصبة في كل ربوع الوطن، لأنه لما نشوفوا البراج تاع الأمن ولا الدرك الوطني نحسوا أن الطريق هذا آمن مستقر وسواق المركبة يسوقوا في هذا المكان بأريحية. شكرا لك كريم، يومك موفق. مشاهدينا الأفاضل، أنتم من على قناتين الأولى والثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري. البرنامج الخدماتي الصباحي متواصل إلى غاية 10:00 ونواصل.
تسعى دائما من خلال ركنها إلى تفعيل وتعزيز دور الشباب في التنمية المستدامة والشاملة. نرحب بفريال وخطى النجاح. مرحبا بك فريال. مرحبا بك زميلتي حيات. أهلين بك وبالطالبة والباحثة والمبدعة كذلك هديل دكدوغة تخصص آلية. أهلين هديل. شكرا، أشكر على التلفاز على استضافتي و إعطائي الفرصة بتقديم مشروعي. نشكرك على تلبية الدعوة. أكيد أنا أتمتع فريال حقيقة لما أشاهد شباب جزائري حامل لمشاريع وأفكار مبتكرة، وخصوصا لما يجسدها على أرض الواقع. أترك لك المجال مع الضيف. شكرا لك زميلتي حيات. مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في ركنكم خطى النجاح. طبعا هذا الركن الذي عودكم دائما يعرض لكم المشاريع المبتكرة للطلبة الجامعيين، كذلك يعرض عليكم مشاهدينا الأفاضل الحلول التي يلقوها الطلبة إثر المشاكل والعراقيل التي تواجه الأشخاص في حياتهم اليومية. طبعا فخطى اليوم ستعرض لكم حل يواجه الأشخاص كثيرا في حياتهم اليومية، وهو مشكل ركن السيارات وإلقاء أماكن شاغرة في مواقف السيارات. طبعا الأشخاص يلقون هذه الإشكالية في حياتهم، سواء لذهاب للعمل أو سواء في المسكن أو حتى للتسوق. فبطبيعة الحال الطالبة لقت الحل، وهي طالبة هذه الدندوقة، طالبة بجامعة هوري بومدين العلوم والتكنولوجيا، سنة ثالثة ليسونس تخصص آليات والعضوة الفعالة بالنادي العلمي ميكرو كلوب. لقت الحل الذي ينقص من إشكالية مواقف السيارات وإلقاء الأماكن الشاغرة، وهو ابتداع وتصنيع أرضية أوتوماتيكية. فهذه الأرضية الأوتوماتيكية هي المستكلفة بركن السيارات وإلقاء الأماكن الشاغرة دون أن يتعب صاحب السيارة في إيجاد مكان أو حتى أنه يركن سيارته بنفسه. فأرحب بالطالبة هذه اللي حضر معي في ركن خطى النجاح. صباح الخير هديل. صباح الخير، شكرا. مرحبا بك معنا. إذا أنا طالبة أوتوماتيك 3 أني ليسانس، عضو في النادي ميكرو كلوب. عندنا ثلاثة سيكسيون، منهم جيم ديف، اي تي هي كل حاجة فيها الآلية، فيها لا سيكوريتي إلكتريك، وكاين روبوتيك اللي أنا عضو فعالة فيه. إذا هنا باش نوري مشروعي تاع باركينغ انتيليجون، يساعد الناس في لقاء أماكنهم بسرعة وينقص لي مانوفر الصعبة خلال ركن السيارات. طبعا فهذه فكرة مبتدعة وجديدة لقيتها إثر المشاكل اللي صادفت الناس في حياتهم اليومية، أنه حتى يأخذوا وقت طويل وكبير أنهم يقومون بركن سياراتهم، فأنت قصرت عليهم الجهد والوقت صراحة. فقبل ما نتغمق في هذه الأرضية الأوتوماتيكية، يريد حتى لو كان نعرفه ونعرفه كذلك المشاهد، كيفاش حتى هذه جاءتها الفكرة لابتداء هذا المشروع؟ تفضل. بالطبع. إذا العام الماضي كنت في كومبيتيسيون هاكاتون في نادي آخر. كان عندنا تم، كان لازم نديرو حلول للمدينة الذكية. احنا منهم ركزنا في الحياة اليومية، منها هدرنا على ركن السيارات. تما معظم العباد كي نديرو لهم بيت ذكي لازم يركنوا سياراتهم في مكان آمن ومخصص لهم. خممنا على أنا وفريقي، كان متكون مني أنا، سيد هشام، وهبة عبد النور، وشاوش عبد الرؤوف أمين. خممنا على أرضية ذكية، بصح كان البرانسيب تاعها أكثر ميكانيكي، وحنا التخصص تاعنا كان جميعا في الإلكترونيك. تسمى ركزنا أكثر من جانب الإلكترونيك وخلينا الجانب الميكانيكي. هذا العام جاتني مسؤولة لا سيكسيون روبوتيك في ميكرو كلوب من سوس روميسا، قالت لي اسكو عندك مشروع تقترحه. قعدت خممت، قلت نبدا نسي هذا المشروع باسكو اون طون اوتوماتيسيان لازم نلقى حل في الميكانيك في الانفورماتيك وفي الإلكترونيك. قلت نبدا ان شاء الله وربي يوفقني نزيد نكملوا ان شاء الله. الحمد لله قدرت نكملوا قبل ما نبداو نبريزونتيو في لي ستوند جميع لي بروجي، و في فتره وجيزه وقليله. نعم. قدرتي تبداي هذا المشروع؟ نعم. في ميم با اسبوع قدرت الحمد لله نكملوا. سيتنا ندير لي كوان ميكانيك، سيت ندير التصميم تاع الربط الالكتروني،
ونخدم لا لوجيك تاع الكود. يعني فروع متعدده تعمل على كما نقولوا ان مساعده الاشخاص في ركن سيارتهم وحتى انها تجعل هذه الارضيه الاوتوماتيكيه مرنه وانها تستعمل وتستقبل كل انواع السيارات على سبيل المثال، يعني حتى لو كان الثقل تاعها مثلا ليس متوازن مع الارضيه فهي تستطيع بامكانها انها نعم. تقوم بهذه العمليه. نعم. فنمر الان الى المشروع المبتكر اللي هو الارضيه الاوتوماتيكيه، يا ريت لو تفصلي لنا وتشرحي لنا اكثر هذا المشروع فيما يتمثل، كل عنصر فيه دوره في كيفيه ركن السيارات، يعني كيف حتى تعمل هذه الارضيه. تفضل امام المشاهد. نعم. اذا هنا قبل ما نهضروا على المشروع ككل نهضروا على كل مكون منه. اول مكون هنايا عندنا كابتور التراسون. شنو هو الدور تاعو وكيفاش يخدم؟ اذا هو كما يقول اسم التراسون، تما يبعث موجه صوتيه ترتد مع الحاجز تاعي وتعاود ترجع له. كي تعاود ترجع له هو بعباره ماتيماتيك كيات يعاود يحسب هذيك المسافه تاعو ويخليها عنده. عندي ثانيا موتور. موتور هنايا ستيبر يمشي با ابا، تسمى خطوه بخطوه. وعندي حاجه هنايا واش درت بيناتهم، هذه اللي ما نشوفوهاش دائما. حنا نعرفوا الموتور في الحياه اليوميه في السيارات ولا، بصح ما نعرفوش هذايا الدرايفر واش يخلينا فيه. عنده زوج انواع من المداخل، عنده مداخل هنايا تخلينا نتحكموا في الموتور تاعنا، وعندنا مداخل تاع لاليمونتاسيون اللي تخلينا نغذيو الموتور تاعنا باش يمشي. ومن بعد هنايا عندنا RFID. وشنو هو؟ هو اللي نلقاوه على سبيل المثال في لي مترو ولا باش يخلي لنا لاكسي. اذا يخدم بموجات كهرومغناطيسيه يخلينا نشوفوا شكون يدخل وشكون يقدر يدخل. هنايا عندي شاشه بمثابه لوحه نقدر نكتب فيها اي حاجه تساعدني. واخيرا هاد الحاجات كاع لازم نبرمجوهم. باش نبرمجوهم نستعملوا أداة الأردوينو. أردوينو هذه هي ميكرو كنترولر، أي هي دير تريتمون تاع لي دوني اللي فيه، تسمى تعالج جميع المعلومات اللي حنا نربط بهم هذه المكونات تاعي. هنايا كيفاش يمشي هذا المشروع كالكل؟ إذا عندي الالتراسون الأول واش يدير؟ قلنا يشوف المسافة، يشوف المسافة الأولى تاع نعطي له مسافة يشوف بها اسكو كاين سيارة دخلت لي الباركينغ. هنا كي تدخل سيارة الباركينغ يشوف بلي كاين حاجز، يروح يشوف لي زولتراسون اللي قاعدو ويشوف اسكو قدامهم كاين حاجز، وهذا الحاجز بمثابة السيارة لأي تشغل هذا المكان. إذا يكون فارغ تسمى هو يقول بلي نقدر نكاري طونوبيل تما، وإذا كانت مشغولة ينحيها من البروغرام تاعو ما يغزرش فيها. إذا مر ما يشوف هنايا بلي على سبيل المثال هذه تكون فارغة، واش يدير؟ يمشي هذا الموتور هذا الاول ويدور الكوا ميكانيك هذايا، يدور يدور حتى يحبس امام هذا الالتراسون. هذا الالتراسون حنمدلو زوج مسافات، واحد يشوف بلي كاين سياره قدامه تشغل المكان، واخرى يشوف بلي كاين سياره في الطابي الاول. كي يشوف بلي كاين سياره في الطابي الاول هنايا مقابلته يعرف بلي اجيه في هذا المكان. اذا يمشي الدوزيام طابي هنايا بالموتور الدوزيام، يمشيه يمشيه، وهاد الطابي وقتاش لازم يحبس؟ يحبس كي يكون هاد الالتراسون يقول لي بلي عندي طونوبيل هنايا، تسمى هاد المكان او مشغول، ويرجع شغل حاجز يعني اكزاكتومون. تسمى هنا عندي ان سيركل شغل، يعاود تدخل طونوبيل واحده اخرى، هادي خلاص هي مشغوله، يشوف المكان الثاني نفس العمليه، يمشي هذا حتى هاد الالتراسون يشوف بلي كاين طونوبيل في الطابي الاول، تسمى قبل بلي حتجي له، ويمشي حتى يحبس. ومن بعد عندنا مشكل اخر، كي يخلص هاد في الطابق الاول كي تخلص تتعامل الاماكن، لازم يكون عندي طابق اخر باش نلحقوا للطابق الاخر. طابق ثاني. طابق ثاني، قلنا نديرو ان اسونسور. ان اسونسور بور فواتور ولا اون بلاتفورم بور فواتور. اذا هنا واش يدير؟ كي يشوف هاد الالتراسون الاول كي يشوف هاد الاماكن ماخوذه محكومه يعني بالسيارات. نعم. تما يمشي يكمل يمشي، من قبل كان يمشي شويه ويحبس، هنا يكمل يمشي هذا يمشي 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 حتى يدخل داخل الاسانسور تاعي. هنا كي يدخل داخل الاسانسور، الاسانسور كيما اي اسانسور يمشي بلي بوا ولي موتور، تما كي يطلع يمشي بالموتور، كي يهبط يمشي بلي بوا، يطلقوهم لا شارج على لي بوا، يطلع للطابق الثاني وتتعاود هاد العمليه. برك حنايا من قبل هنا كنا نشوفوا المسافه قدام الالتراسون، هنا كي يجيني منه كي يجيني من هاد الجهه، تسمى لازم يقيس لي المسافه من البعيد ويتقرب، تسمى يمشي بالعكس كل ما نطلعوا في الطوابق.
يعني لكل فرع من هذا المشروع المبتكر يعمل على سير هذه الأرضية الأوتوماتيكية، خاصة أنه لما يكون فيها عدة طوابق، يعني كما قلت أنه الأماكن لما تكون محكومة في الطابق الأول بطبيعة الحال يصعد إلى الطابق الثاني كي يلقى أماكن شغيرة هذه الأرضية الأوتوماتيكية بطبيعة الحال. فنمر الآن إلى العقل المدبر، أفضل أن أسميه بهذا الاسم، العقل المدبر لهذا المشروع المبتكر المتمثل في وحدة التحكم. يعني من اسمه بين وحدة التحكم، هو الذي يتحكم مشاهدينا في سير هذه الأرضية الأوتوماتيكية التي ترتكز كما قلت على جانبين أساسيين، يعني كل واحدة تتحكم في سير الثانية، يعني باعتبار أنه تكون بينهما علاقة مزدوجة. ففي هذه الحالة ما هو دور وحدة التحكم في هذا المشروع ودور الجانبين الذي يتحكمان في سيرها؟ تفضل. إذن هنا شكرا. عندي كما قلت من قبل نستعمل الأردوينو. الأردوينو هو ميكرو كنترولر تسمى يعالج جميع المعلومات اللي حنا نربط بهم الكابتور تاعي. هنا نقدروا على سبيل المثال الموتور، حنا كيما نخدموا موتور نقولوا نربطوه ديريكتومون مع الاليمونطاسيون يدور. حنا دوكا الهدف تاعي هنا في هذا المشروع نسيرو على حسابي انا، يعني على حساب هذا لي كابتور باغ اكزومبل، تسمى لازم انا نتحكم فيه. باش نتحكم فيه قلنا قبل بلي عندي مداخل هنايا، كيما عندي مداخل هنايا نربطهم بمداخل في الاردوينو. الاردوينو واش يخليني ندير؟ حنا نربطوه هنايا باغ اكزومبل بروغرام. طبعا نعم، يعني وضح لنا كل خطوه في هذا المشروع. نعم. انا نربط بروغرام، هذا البروغرام هو اللي حيخليني نبروغرامي هذا الاردوينو. هنايا عندي بيان سور عندي جزء تاع لاليمونطاسيون وعندي المداخل اللي قلنا عليهم يتحكموا بهم. عندنا نوعين من المداخل، عندنا ديجيتال اللي يخليونا نمشيو سواء ب 0 فولت ولا 5 فولت، تسمى سواء يمشي كاع سواء يحبس كاع. وعندي الانالوج، هنايا عندي 6 انالوج يخليوني نمشي نكونترولي لا بويسونس اللي راح نمشي بها، تسمى سواء يمشي 0 سواء 1 سواء 1 ونص، انا نكونترولي لا بويسونس راح نمشي بها. هنايا الاردوينو اذا كما قلنا حيخلينا نتحكموا في هذه الادوات خير ما يكونوا يمشيو هكاك في الفراغ. هنا استعملت زوج. وعلاش استعملت زوج؟ ديجا لازم نعرفوا بلي الاردوينو فيه ذاكره، الذاكره هذه هي اللي حتلتقط جميع المعلومات تاع هذا لي كابتور. الذاكره هذه انا واش درت، استعملت زوج باش نستعمل ذاكرتين يهضروا بيناتهم. هنايا عندي واحد نربط فيه غير لي كابتور، واحد نربط فيه غير لي موتور. اللي نربط فيه لي كابتور راح يلتقط هذه المسافات ويخليهم في الذاكره تاعو. الاردوينو الثاني، هنا الاردوينو الثاني راح يروح يحوس على المسافات في ذاكره الاردوينو الاول ويستعملهم باش يمشي لي موتور على حسب الحاله تاع لي كابتور. اذا هنايا بمثابه واحد يخدم عند باترون، تسمى ما يخدمش هذايا حتى الباترون تاعو يقول له اعطيني واش خدمت، يعطيه الاوامر. اكزاكتومون يعطيه اوامر. تسمى عندي لهنا الاول، عندي هنايا السلايف تسمى هو اللي يخدم عند الدوزيام، وعندي هنايا اللي يسقسيلو. طبعا شعلي فقط كي يوضح للمشاهد. نعم. اذا هنايا عندي الاول اللي عنده نربطو قلنا غير بلي كابتور، العامل هذا نخدمو غير مع لي كابتور، تسمى يلتقط المسافات وهم ديك المسافات هنايا يسجلهم، يسجل شحال يجيو المسافات. ومن بعد هنايا دوزيامو عندنا اللي يروح يحوس في لا ميموار تاع الاول، تسمى هنايا واش كيما نقدروا نشوفوا راهو يشوف لي فالور اللي هادوما او يقراهم ويشوف شحال لا ديستونس. زعما هنا عندنا 19 سنتيمتر وهي اللي كان تانيك 19 سنتيمتر، يقراها ويشوف حالة لي موتور تما ديريكتومون على حسب هادوما، او يقول بهذا الموتور الاول او شاعل باسكو لا ديستونس راهي كبيره على وسمو، والموتور لي دو زوتر موتور مطفيين باسكو ما عندي حتى حاجز قدام لي زولتراسون تاعهم. يعني لما يكون هناك حاجز يعطوا اشاره انه موجود حاجز ليتم ركن السياره. نعم. بالمسافه اللي قلنا من قبل يحسبها. طبعا هذه اللي نمر الى نقطه اخرى اللي توافقيني فيها الراي. في حياتنا اليوميه مثلا نصادفوا عده مواقف كذلك ممكن مشاهدين الاكارم صادفوها، مثلا الاشخاص لما يكونوا ذاهبين لعملهم او ذاهبين للتسوق او الى كذا يحبوا ياخذوا الاماكن اللي يركنوا فيها سياراتهم، يعني يتعودوا انه يركنوا سيارتهم في مكان ما، بطبيعه الحال يحبوا يوضعوا شيء كما نقولوا حاجز حديد على سبيل المثال باش المكان تاعهم يعرف شخص اخر انه ما يركنش فيه لانه هذا المكان محجوز. فانت من قبل قلتي انه وحده التحكم هي مبرمجه من قبل اساس أنه السيارة فقط التي تعتبر حاجز. فسؤالي الآن مثلا أمام هذه الوضعية وأمام هذه الحالة، مثلا شخص يوضع حاجز حديدي أنه هو الحاجز، كيف تعلم وحدة التحكم أن الحاجز هو حاجز بحد ذاته مع أنها مبرمجة على أن حاجز هو السيارة؟ تفضل. نعم. إذا هنا كما قلنا أردوينو راح يشوف الحالة تاع الهليكوبتر،
لازم نعرفوا بلي الاردوينو انا اللي حنبرمجو، ماشي انا، ماشي هو اللي لازم يعطيني واش لازم ندير. تما انا حنقولو هاهم ليك زوج مسافات اللي تحقهم، زعما نقولو اذا كانت قدامك ب 10 سنتيمتر، اذا كانت بعيده عليك ب 40 سنتيمتر، ما حاش يشوفوا 30 سنتيمتر ولا 20 سنتيمتر، راح يشوف غير هذوك زوج مسافات اللي مديتهم له. تما هكاك يعرف بلي كاين غير هذوك سيارات. هي اصلا ما نلقاوش جينيرالمون، ما نلقاوش الحواجز هذوك، ما نلقاوهمش قدام داخل البلاصه اللي نقاريو فيها ولا على برا، نلقاوها بيناتهم. تما قسما ندخلوا لهذاك المكان سوا بيناتهم. هنايا تما واش راح نديروا؟ المسافه راح نشوف على حسب شحال راح يدير هذاك الحاجز، ميم بلوتا ميم الاول على الاول ما كانش حاجز ومن بعد راح يديروه جديد. انا نعاود نبرمجو كيما نحب، ما ماشي هو اللي حيبرمجني. نقدروا ثاني نستعملوا اداه واحده اخرى، هنا نستعملوا الاردوينو هو ميكرو كونترولر. نقدروا نستعملوا ميكرو بروسيسور اللي هو بمثابه حاسوب صغير، كيما هذا يكون صغير تما يقدر عنده قوه اكثر في معالجه المعلومات. نقدروا نديروا له كاميرا يعالج لنا الصوره اللي فيها ويشوف شنو هو نوع هذاك الحاجز ويقول لنا هنا في هذه الشاشه بلي كاين حاجز جديد في هذا المكان تاعك. تما ما نقدرش نقاريه باسكو كاين هالك كاين هناك حواجز موجوده. طيب مشكوره هذه الجزيره الشكر على هذا المشروع المبتكر وعلى ابتداعك لهذه الفكره. ان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق في مشوارك المهني والمستقبل والتعليمي بحول الله. شكرا لك. زميلتي حياة، إذا هذا هو الحل اللي عرضناه اليوم ما شاء الله لركن السيارات، فرأيك كيف؟ ما شاء الله. نقولها ربي يبارك فيك إن شاء الله، وحقيقة نتمنى لها مشوار دراسي ناجح وتجسيد لهذا المشروع ومشاريع أخرى. وهي واحدة من الشباب المبدعين في الجزائر الحاملين لأفكار حقيقة. لما نشاهدوا أفكار مثل هذه نقولوا الحمد لله. الحمد لله، هذا هو الاستثمار. شكرا لك فريال، وشكرا لك هادي، يومكم موفق، نلتقي الأسبوع القادم ومشروع جديد وشاب أو شابة جديدة. شكرا لك، يومك موفق. مشاهدينا لازلتم معنا من خلال برنامج صباح الجزائر. الآن إلى موضوع مغاير تماما لك سيدتي التي تشاهديننا في هذا الصباح. الرموش الصناعية بين الإيجابية والسلبية. أكيد زميلتنا إلهام بنو مشيارة وضعت لنا هذا الروبورتاج، ثم لنا حديث مع الأخصائيين في هذا المجال. هدف واحد، الجمال، هوس المرأة، وهو ما يدفعها لتجربة والمخاطرة أحيانا. وللمحافظة على جمال عيونك نقدم لك نصائح لرموش وعيون صحية. Le démaquillage est important. ينسى. Démaquillez-vous tous les soirs. Ne laissez pas le maquillage dans vos yeux. Ne dormez pas avec. D'accord ? Vous vous démaquillez avec de l'eau micellaire, avec du lait, ce que vous voulez, mais démaquillez-vous. Bsabon tarf, ya khoya. Nghsel wajhi bsabon tarf. D'accord ? Nghsel aini bsabon tarf, malich. Ma mida yhraq. Mais au moins, ma nkhlich hadouk les débris de maquillage. Ça, c'est très important. Malheureusement, les lentilles non adéquates, les lentilles de mauvaise qualité, les lentilles qui ne laissent pas le karania, elle respire, donnent un syndrome sec et des irritations très très importantes. D'accord ? Les lentilles que vous gardez pendant 48 heures dans l'œil, avec lesquelles vous lavez, c'est-à-dire dans ce brassardier où il y a de la lentille, les lentilles litaniques de très très mauvaise qualité, et c'est pas ce qui manque ici en Algérie. روتين يومي يسمح بالمحافظة على الرموش وصحة العيون. Pour ce qui est des soins de l'œil, قلت لك la femme qui se maquille ou la même celle qui ne se maquille pas, d'accord, il faut qu'elle fasse un démaquillage le soir, que ça soit avec de l'eau micellaire, ça existe partout, que ça soit avec du lait taline. Ensuite, il y a ce geste-là, ce que je fais là, avec des compresses oculaires, voire du coton, que vous imbibez de sérum salé. Ou les mêmes, si vous n'avez pas de sérum salé, elle m'a sakhno rliwa, rliwa hi tiedi, il wli tied, ou dilou had les mouvements. C'est des mouvements circulaires. Ce genre de massage que je fais avec des infusions de camomille. La camomille elle existe f barra, tchriha, trliha, diriha, dirima tahaf, décompresse, et vous appliquez ça le soir, qui est trop le dar. D'abord, ça fait diminuer les cernes, ensuite, ça hydrate tout l'œil. Dit en ce qui concerne les soins, mais j'insiste, en ce qui concerne les maladies, ça il faut consulter pour être traité. Zit c'est acide. Quand vous avez du rouloulé, il y a des zit zitone, il y a des rouloulé de l'caras, il y a des rouloulé de l'eau, 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 il y a des
علاش تدخل الزيت ولا دروك الزيت الخلوه قال لك سي تري بون بور لي سيل داكور ايفيكتيفمون على ليميت ما يدخلوهمش في العين كاين بزاف اللي يديروهم شتي تاع لي غسيل يدخلوهم لداخل على ليميت ديري فوق لي سيل تاعك مي ما تدخليش داخل العين ما تخليهاش تدخل داخل العين داكور ابري ce qui fait pousser aussi les cils c'est tout simplement de se démaquiller tous les soirs tous les soirs alors le sérum salé ça nettoie l'œil mais il faut savoir une chose il faut pas l'utiliser tous les jours fait du sodium il va déshydrater encore un peu plus l'œil c'est-à-dire il nous aide une chevelure mais il donne que t'achève l'œil c'est-à-dire jet que t'achève l'œil ou la jet une irritation c'est bien de nettoyer l'œil bien c'est même très bien L'huile de ricin, effectivement, ça fait pousser les cils, ça fait pousser... Maintenant, je leur conseille de le mettre dans les tubes, t'as les récils. D'accord, de mettre deux ou trois gouttes et d'utiliser ça sur les cils. Mais d'accord. D'abord, il faut savoir trop d'excès de maquillage. Malheureusement, ça donne des rides, ça donne une sécheresse. Alors, démaquillez-vous. C'est la première des choses et la dernière des choses que je vais parler sur ça. C'est démaquillez-vous tous les soirs. Faites un soin de paupières tous les soirs. L'idéal, c'est la camomille. M'indique la camomille, délihab sérum salé, délihab saboun hajra, rosli wutchik bia saboun hajra wainak, batrlish hadouk les particules qui sont des particules chimiques. N'oubliez pas, ou trokdib le maquillage. الجمال يأتي في المرتبة الثانية فالصحة أولوية للمحافظة على جمال العيون وصحتها وتجنب الآثار الجانبية للتقنيات الحديثة والمكياج أكيد أرحب بحنان بوعمامة المختصة في التجميل أهلا حنان كيف أحوالك؟ الحمد لله صباح الخير حياة ونقول لكل المشاهدات متابعات طرق الموضة والجمال صباح الخير عليهم ونرحب بضيفتك المختصة في طب العيون والجراحة السيدة بن عبد الرحمن وفية صباح الخير دكتور صباح الخير اليوم راح نتكلموا عن الرموش الصناعية أضرارها أكيد عندها استفادة اللي هي الجمال وهذا راح تأكدوا لي الطبيبة لكن قبل ما كنا نتكلموا قبل الروبورتاج عندها سلبية للأسف تفضلي حنان كما على بالنا حياة الرموش الطبيعية والكثيفة أمنية كل سيدة لكسب الجمال كما نقولوا الوسمة تاع العين ديالها كاين بزاف اللي يلتجئ للطريقة كاين هناك عدة طرق متعددة اللي باش تكون عندها رموش كثيفه عندنا الطرق الطبيعيه اللي هي باستعمال الزيوت والطرق الثانيه اللي هي كاين بزاف السيدات اللي راهم يلجؤوا ليها هي الرموش الاصطناعيه نعم. اللي تدوم من اسبوعين لثلاث او اربعه اسابيع هنا حنايا اهتمينا بزاف كما حنا نقولوا بالشعر بالبشره ديالنا وهملنا بزاف الرموش بالمعلومات بزاف والطرق اللي نستخدمها نستقبلوا المختص في الطب وجراحة العيون الدكتورة بن عبد الرحمن وفية دكتورة هنا بزاف سيدات اللي يطرح السؤال يطرحوا السؤال نقدروا حنا نطرحوا للسيدات كامل راهم يقولوا عليه واش هي المدة اللي ولا الدورة كيطيح الشفر ديالنا كيطيح شحال المدة باش يعاود الشفر يعاود ينمو الشفر الطبيعي تاعنا الشفر الطبيعي يبطى باش ينمو تاعي عنده بين 6 شهور حتى العام باش يقدر ينمو بيان باش يتكتف داكور على بها كيما كتقول انت العنايه بهم سي اون سي امبورطون والعنايه بهم سي تنقيه لو بلو تو لي سوار سي سي بوسيبل تو لي سوار سي سي بوسيبل دكتوره واش النصائح تقدري تمديها للسيده اللي باش تعتني بالرموش الطبيعيه في المنزل الرموش الطبيعيه تاعنا هي لازم لهم ما يكونش عندك دي كروت Des croûtes, c'est-à-dire que c'est un peu de la saleté ou la demeure qui est une chevaux, mais qu'adouche bin le romouchtana entre les cils, ça crée des maladies ou aide les maladies, fait que malheureusement l'oxygène mais il trolche, mais tu ne fais mais tu mais il peut être facilement romouche. Donc c'est pour ça que je préconise dans le matin, ou la chia, elle se démaquille. هذا سي بور لو نيتواياج بور ايفيتي المرض تاع الرموش تاعنا كا
كاين بزاف بان كما قلناها حياه في البدايه انه السيدات عم تلجا بزاف للرموش الاصطناعيه، وكما حنا بان بلي الرموش الاصطناعيه باش نلصقوها كاين هناك الصمغ او اللصقه. نعم. هنا نقدروا نطرحوا السؤال على الطبيبه المختصه، اسكو هذه اللصقه اللي تستعملها السيده كما حنا على بالنا بلي كاين طريقتين، كاين الرموش اللي تجي اللي لصقوها الرموش الاصطناعيه اللي تكون على خط كما حنا نقولوا يقولوا كاسيت دي فوسيل، او الاسقال تنديروها لليسي اللي هما الشعره بشعره اللي ديرها السيده عند المختصه. هنا هذه اللصقه اسكو اللصقه اللي نديروها في الرمش اللي يكون ديريكت ولا شعره بشعره هما نفس اللصقه؟ هي ماشي نفس اللصقه. الرموش اللي يجوا اون لونغور كومبليتمون هذوك يلصقوا سور لا بوبيير، يلصقوا من الفوق يغطيوا الرموش الطبيعيه تاعنا. هذيك لا كول ما تدخلش في العين، هذه بروميير دي شوز، ودوزيام دي شوز تنحيهم لو سوار تنحيهم. الوغ كو الرموش اللي تدخل تلصق، جو مي سو رونسيني جي سي دو فوا، اللي تتلصق مع الشعره بشعره في الرموش تاعنا الطبيعيه سي اون كول. يفو سافوار كو توت كول ني با تري بون بور العين مالوروزمون، qu'on le veuille ou non, il y a des petites molécules chimiques. على بها نهار اللي تروحوا عند باش تحطوا الرموش تاعكم هذوما الاصطناعيه لازم تخيروا، لازم تعرفوا باللي هذيك اللي مولفه تحطهم عندها اسم مولفه بها. مالوغوزمون انا جي ماركي كسي دي بتيت ايتوديونت كي فون سا. فوالا كاين بزاف. سي اون بوتيت فورماسيون تاع 3 سمان ومن بعد يبداو يديروها. بيان سور روحي شيو لك اللصقه اللي ماشي غاليه. فيها نعاود دي برودوي شيميك. يفو سافوار كوا شوازير. دونك لازم تكون عندك اون كونفيونس افوغ الحفافه تاعك اللي تخدم هاد لا جون في، ويلزم الحفافه ولا اللي عندها الحانوت تاعها تحافظ على واش راها تشري. دونك تخير لي برودوي شيميك لي موان لو بورسونتاج لو بلو بوتي. ميم اذا الرموش الاصطناعيه يطيحوا لك بو دون سومان 15 جور ايل فو ميو، ولا تخليهم يلصقوا لك شهر شهرين الوغ كو هاد اللصقه تطيح لكم. هذا الرمش نبدوها بزاف للمختصات يروحوا كما حنا نقولوا يشروا الادوات أكيد. اللي يستعملوها تكون جيده وغير مقلده. فوالا فوالا كي نهضروا على اللصقه انا عن تجربه شخصيه كما نقولوا. نعم. استعملت بزاف بما انك مختصه في التجميل اكيد مجالك. استعملت بزاف لي زيكستونسيون سي كما نقولوا بزاف لي موديل بزاف الاشكال. هنا كما على بالنا اللصقه واحد شاطريني الراي الدكتوره وحياه اللصقه اللي نديروها تشمي فيها رائحه قاطعه من قلت الرائحه كي تشميها حتى العين تولي تدمع من الرائحه تاع اللصقه. هذاك حنا ننصحوا بزاف المختصات باللي كي تروح تشري تقرا لي برودوي تاعها كيما حنا كي نهضروا كي نقولوا ماهوش الرمش الاصطناعي اللي نديروه اللي راح يضر العين. احنا اللصقه الصمغ فوالا الصمغ هو اللي راح يضر العين. قادر باللي كاين بزاف تروح لها تقول لها انا مادا بيا كي تلصقي لي شفر ما يطيحوليش على ام، وهنا لا خطا. انا مادا بيا كي ندير على معليش المده نقول 15 جور ولا 20 جور ولا الرمش هي ليديال سك تستعملي هذا الرموش الاصطناعيه دون لي زوكازيون. عندك عرس، عندك خرجه، عندك موليمه، عندك تستعمليها مي او بو دو 15 جور لازم تطيح، لازم يتنحاو وما تسييش تنحيهم بيدك. فوالا سا سي دونجرو باسكو راكي حتقلعي معاك الرموش الطبيعيه تاعك. ما لازمش تقلعيهم بيدك. اذا جيناوك لازم تعرفي باللي عندهم ان اوتر برودوي شيميك ليزالحيهم. دونك ليديال يخليهم يطيحوا وحدهم. حبيتي طيحيهم بلو رابيدمون بوسيبل ديري دي بتيت كومبريس دو تياد ولا دخلي الحمام تروح الفاديلاتي اللصقه هذيك ويبداو يطيحوا بالعقل. مي ما تسييش تجبديهم باسكو تجبديهم تجبدي معاك الرموش الطبيعيه تاعك. وكيما لبنات الدكتوره عندنا الرموش اسكو انت كمختصه في طب العيون تنصحي بالرموش اللي كيما حنا نقولوا لي فوسيل اللي تقدر ديرهم السيده وحدها في المنزل بلا ما تلجا لصالون التجميل يعني مؤقتة. ولا لي زيكستونسيون عندنا تاني كاين بزاف اللي يديروا شعره وشعره وعندنا لو بوكي. كاين بزاف السيدات تقول لي فوالا انا نحب كي ندير لي زيكستونسيون تي كيما قلنا كاين شعره بشعره كاين لو بوكي. هنا السيده انا كاين بزاف انا يعني هذوما انواع الرموش انواع الرموش الرموش انواع لي زيكستونسيون سيل فيها نوعين. فيها اكستونسيون سيل تندار شعره بشعره وكاين لو بوكي. لو بوكي كيما انا شخصيا والفت لي زيكستونسيون سيل ماذا بيا نديرهم. مي هنا ديما ننصح السيده اللي دير بزاف الرموش ولا ماشي راح تشطر راي طبيبه اكيد لانه اختصاصها اختصاصها
هنا تقول انا نقولها ديري شعره بشعره تكون خفيفه على شعره العين، باسكو لو كانت دير لو بوكي راح ثقيله فال تكون ثقيله على العين. انا ويقول بزاف طبيب العيون اللي تكون دير ريزيكسيون ترمش بزاف باسكو ثقال باسكو العين فوالا كي تكون فوقها بزاف الرموش هنا العين حتخليها ترمش بزاف. هنا سيدي انا دائما الصحه راح نوجه الكلمه للطبيبه المختصه ما ديرهمش ثقال على الرمش. هنا ثانيا راح يوجع العين ديالها وقادر حتى للناظر مش راح تشوف مليح، وثانيا راح لما يقعد لها بزاف واحد 3 ولا 4 شهور راح الشعره تاعها تطيح هي الشعره الطبيعيه والبوكي اللي راه لاصق فوق فوق يعني الشعره. وهنا يفو سافوار كو رحت شفت باش جيت هنايا دونك شفت مانيش مولفة بالتجربة الشعرة الاصطناعية تلصق فوق الشعرة الطبيعية وكاين بزاف يحبوا يكثروا منهم حتى تعطي كثافة فوالا تعطي الكثافة، ما يلصقوش وحدة فوق وحدة، يلصقوا ثلاثة أربعة فوق الشعرة الطبيعية ثقيلة تتقال عليها تتقال عليها والأكسجين تاعها ما يدخلش لداخل لا سالتي لا بوسيغ تلصق معاها ومع لا كول بيولوجيك هذيك الشعرة الطبيعية شحال تاعها تحمل تك طيح فهمتيني تتقال وطيح. دونك سي سا كي دونجو كي تروحوا عندهم كيما صحتكم حنان لازم تكون خفيفة وكاين اللي يديروها فوزالي لو سونتيغ كي تمسوا الشعره هذيك اصطناعيه كاين اون سوا ايسي دو لا شوازيغ اون سوا ايل سون ليجير كاين اللي يديروها انا لامبريسيون كو سي دو بلاستيك. وتانيك حياه المختصه طبيبه العيون الدكتور عبد الرحمن كاين بزاف اللي يسيو كما حنا نقولوا بالمواقع التواصل الاجتماعي ولا تشوف واحد هذه فيديو تسيي تلصق كما حنا نقولوا الشعره بشعره ولا البوكي في البيت هنا هذا خطر كبير. كاين بزاف انا كمختصه في التجميل وعندي صالون حلاقه صرات عفسه كما هذه ابخونتي في صالون دو كوافير سيات كان عندها عرس سيات دير لي زيكستونسيون تيل دارت اللصقه وما تعرف حنا كي تشرو لو باك تاع لي زيكستونسيون تيل فيه اللصقه فيه الماده اللي تنحي اللصقه مي هي ما على بالهاش وشويه مكونات وما على بالهاش ولو كانت تلصق الشعره ولا تحب تنحيها كيفاش تنحيها باسكو ماهيش دارسه الخطوات اللازمه. هنايا كي دارتها راح تلصقت عينها عينها لصقت ما قدرش تفتحها. هنا فقط هنا لما تكلمتي هذه النقطه الاخصائيه بما انك موجوده معنا بالنسبه للامراض اللي يمكن انه تصيب العين جراء القيام بالرموش الصناعيه في حساسيه للعين امراض خطيره قد تصيب العين بلاكولت اللي نستعملوها اذا دخلت في العين تتنحرق نعم ومن بعد عندنا القرنيات تقدر تنحرق تماما ماشي كامل نعم. تنحرق ومن بعد عندك مالوغوزمون اذا القرنيه تنحرقت عندك دي سيكاتريس حتى من نصحوا حنايا باللي لازم تكون هناك مختصه تستعمل باش تروحي ديريهم وحدك في الدار ماش نصيحه فوالا وهنا تقد سيغمون الدكتوره هنا جاوك حالات اللي راحوا عند داروا زيكسون وحدهم في الدار ولا راحوا عند مختصين ما نقدرش نقول لها مختصه بالك ما قراتش مي شافت قرات غير من الانترنت ولا تخدم للناس هنا واش تقدري تقولي لنا على الحالات اللي جاوني في افيكتيمون في لا كونسلتاسيون دي فام اللي جاو يديروا لي زيكستونسيون اللي يجيو لعينهم كاع منفخين خاطر لا كول دخلت داكور لا كول دخلت لي سيل هادوك كانوا تقال دونك العين التهاب يصرى لها التهاب تنفخ تولي حمراء تما مالوغوزمون اون با افيك كوا لي زونلفي باسكو هاد لي سيل هادو يلزم لهم اونكور ان اوت برودوي شيميك باش ينحيهم دونك حنا اون ايساي دو اون بو با لي زونلفي باللقاط ولا حاجه سي امبوسيبل دونك حنا اون ايساي دو فيغ كالمي لوي الالتهاب هذاك باللي ميديكامون ونقولوا لها دير دي بان دو شود ابخي يفو روفوار واحده اخرى اللي تقدر تنحيهم لها ان اوت برودوي سا انكور ان اوت برودوي شيميك سكو شو دون كيما كما قلتي لي من الضرب الاول كوم كونساي لا مالاد enfin la passe le المراه باش تروح دير هاد لي زيكستونسيل لازم تعرف وين ديرهم صح راهم كاع تخصوا بهم قلت لك سي دي بتيت جون فيل راهم يتخصوا بهم مانيش نقول لهم ما ديروهمش لا كما يقول كل واحد عنده موضه وهي خيار شخصي ومانيش نقول للمراه ما ديريش لي زيكستونسيل مانيش نحرمها بداك الشيء الراجل يمكن يقول لك لا ما عندكش ما كانش كان طبيب جبتو طبيب راجل كان يقول لكم لا ما يلزمش ديروهم انا كونطونك مراه نفهمها نعم نفهمها باللي دير جمال كاين اللي ما عندهمش بزاف مساكن في لي زيو تاعهم مادا بها يكونوا عندها دي سيل مادا بها تفرح راجلها مادا بها تفرح روحها دونك مانيش نقولها لا يعني نقول لها تعرف وين تديرهم كيما الطبيب تاعك تعرفي وين تداوي روحك
عرفي باللي الشعر تاعك ولا لي سيل تاعك حاجه تاعك لي على لونغ يطيحوا على لونغ يمرضوا كيف كيف دوك تعرف وين تحط رجلها تعرف وين تروح تداوي عندها تعرف وين تروح تحط لي سيل تاعها تعرف وين تحط تمشط شعرها سي انسي سويت على بها نعم. نقول ونعاود حاضروا وين تروحوا ماشي على خاطر جارتك دارتهم ب 100000 تروحي ديريهم فهمتيني حاجه رخيصه مالوغوزمون ضرك كاين هناك حتى. سيدات اللي عندهم حساسيه قالت ما تقدرش بايزو كيما قلتي الدكتوره تكون جارتها دارتهم لازم تروح ديرهم باسكو جارتها بالك ما عندهاش حساسيه نعم. بالك هي عندها حساسيه فقط في الاخير ربما حنان اسمحي لي حتى نختم بما انها اخصائيه في مجالها ربما الاشخاص اللي عندهم امراض في العيون او السيدات اللي عندهم امراض يمكن انه يوضعوا رموش اصطناعيه ام انه عادي تقدر تحط الرموش الاصطناعيه ما اذا عندك مرض ماهوش خطير صديق في العيون ما اذا كان عندك شويه حساسيه كاين دواء اللي نقدروا نكلموا هذا العين تقدري تحطيهم صح النصيحه الاخيره اللي نحطها سيك ما ديريهمش 12 شهر على 12 شهر نعم ديريهم في المولين في المناسبه في لي زوكازيون تشبحي روحك بهم ما فيش مشكل شكرا لك يعطيك صحة شكرا لك دكتور حنان في الأخير تشكري الدكتورة نشكر الدكتورة بن عبد الرحمن وافية اللي قدمت لنا النصائح القيمة اللي تتابعها نتابعوها حنايا والجنة سيدة شكرا لك حنان في مجالك الاختصاص صحة. وفي مجال الطب تكلمنا عن هذا الموضوع نتمنى أنه كل السيدات شاهدونا واستفادوا الموضوع القادم بحول الله سوف يكون يوم السبت إن شاء الله شكرا لك حنان يومك موفق مشاهدينا رأس الساعة الساعة التاسعة عفوا نربط الاتصال بغرفة الأخبار موجز لأهم الأنباء موعد إخباري أهلا بكم مشاهدينا الكرام المستهل بمستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي اليوم 36 من العدوان الصهيوني على قطاع غزة تواصل آلة العدوان الصهيوني فجر اليوم قصفها لعدة مواقع ومنازل في حي النصر والشيخ رضوان وبيت لاهيا وانصيرات وبلدة القرارة شرق خان يونس في الوقت الذي تستمر فيه مدفعية الاحتلال بالتوغل في مناطق شمال وغرب غزة وتجدد قصفها العنيف لمحيط مستشفى الشفاء الذي يأوي آلاف النازحين إلى جانب الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفية وإلقاء قنابل الفوسفور المحرمة دوليا على الأحياء القريبة منه وعلى مخيم الشاطئ وكذا محيط المستشفى الإندونيسي الذي توقفت به كافة العمليات الجراحية بسبب انقطاع الكهرباء بشكل كامل مساء أمس نتيجة نفاذ الوقود كما سيعلن مستشفى القدس بمدينة غزة خروجه عن الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب نفاذ الوقود حسب الهلال الأحمر الفلسطيني وهو ما يعرض حياة المرضى بغرفة العناية المركزة والأطفال في الحاضنات يعرضهم للموت يحدث هذا في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال على محاور عدة من مدينة غزة مما تسبب في ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11,000 وقرابة 28,500 جريح هذا فيما أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين فقدان الاتصال بصحفيين يقومون بتغطية العدوان الصهيوني على مجمعي الشفاء الطبي معربة عن قلقها ومطالبة المنظمات الدولية بتوفير الحماية لهم أما بالضفة الغربية فتتواصل اليوم الاقتحامات والاعتقالات حيث وقعت فجر اليوم اشتباكات بين المقاومة والاحتلال بكل من جنين ومخيم جلزون شمال رام الله ونابلس وبيت لحم والوضع الإنساني بقطاع غزة لا يختلف كثيرا عن الوضع الأمني وما خلفه من إبادة جماعية ودمار للبنى الحيوية والمستشفيات التي دمرت أغلبها وخرجت عن نطاق الخدمة حيث حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في القطاع بات منهكا تماما مؤكدا أنه يستحيل وصف الوضع على أرض الواقع
حيث أروقة المستشفيات مكتظة بجرحى ومرضى وأشخاص يحتضرون ومشارح مكتظة وعمليات جراحية دون تخذير وعشرات الآلاف من اللاجئين، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية والأدوية وزيادة المساعدات الإنسانية التي تصل عبر معبر رفح، مطالبا المسؤولين الأمميين إلى وقف لإطلاق النار. هذا فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة جدا وصل إلى نقطة لا عودة، ما يعرض حياة الآلاف من المرضى والجرحى والنازحين، يعرضهم للخطر، داعية إلى ضرورة حماية المستشفيات بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا فيما تتواصل المسيرات والمظاهرات الحاشدة في عدة مدن عربية وغربية منددة بوحشية المحتل الصهيوني وعدوانه على قطاع غزة. عودة الآن إلى أخبار الوطن، حيث يشرف اليوم وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بولاية بيجاية على مراسم وضع حجر الأساس لمشروع استغلال منجم الزنك والرصاص لتل حمزة ودمزور، وبعد هذا المشروع أو يعد هذا المشروع ثمرة شراكة جزائرية أسترالية في استغلال هذا المنجم الذي يبلغ احتياطه 34 مليون طن، ومن المنتظر أن يتم استخراج 2 مليون طن من المعدن الخام سنويا لإنتاج 170 ألف طن من مركز الزنك و30 ألف طن من مركز الرصاص. ومن المتوقع أيضا أن يشغل هذا المشروع الحيوي حوالي 800 عامل بصفة مباشرة وأكثر من 4000 منصب شغل بصفة غير مباشرة. بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة تعقد اليوم وعلى مدار 3 أيام اشغال المؤتمر 11 لحزب جبهة التحرير الوطني. في خبر آخر، تقام في هذه الأثناء عبر مساجد الوطن صلاة الاستسقاء، حيث دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لهذه الصلاة نظرا لتأخر سقوط الأمطار في ربوع وطننا المفدى وأحياء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه أنه إذا حل الجفاف خرج إذا إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. هذا وحثت الوزارة الوصية المواطنين إلى التأدب بأداب صلاة الاستسقاء من توبة واستغفار ورد للمظالم وصلة للأرحام والتصدق على الفقراء والمساكين رجاء من الله سبحانه وتعالى غيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. في أخبار الرياضة، كشف أمس الناخب الوطني جمال بلماضي عن القائمة المعنية بالمعسكر التحضيري تحسبا لمباراتي الصومال والموزمبيق برسم الجولتين الأولى والثانية من تصفية مونديال 2026. القائمة ضمت 23 لاعبا وعرفت عودة نبيل بن طالب في خط الوسط وثنائي الهجوم بغداد بنجاح وأدم الناس في حراسة المرمى، ماندريا زغبة وبنبوط في الدفاع، عطال، غيتون، ايتنوري، نعروسي، ماندي، توغاي، بن سبعيني، توبا. في وسط الميدان بن طلب، عوار، فغولي، شيبي، وزرقي، وبدوي. في الهجوم محرز، والناس، عمورة، غويري، بنجاح، وكذا سليمان. كرويا دائما، تتواصل اليوم فعاليات مباريات الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء 4 مباريات، نجم مقراي وجه نجم بن عكنون، أما اتحاد خنشلة يستقبل اتحاد بسكرة، في حين جمعية شلف تستضيف مولودية الجزائر وشبيبة الثورة وجها لوجه أمام مولودية البيض. هذا وأسفرت نتائج أمس من هذه الجولة عن فوز نادي بارادو على مولودية وهران بهدف 0، وعاد النادي الرياضي القسنطيني بالفوز من وادي سوف على الاتحاد المحلي بنتيجة 4-3، فيما فاز وفاق ستيف على ضيفه شبيبة القبائل بهدف 0، وانتهى الدربي العاصمة بين فريقي الاتحاد الجزائر وشباب بلوزداد بفوز الاتحاد بهدفين لهدف في مباراة مثيرة. وبمناسبة استئناف مباريات الرابطة المحترفة لكرة القدم، تم الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء غزة وفقيد الكرة الجزائرية الراحل محمد العايب. صعبة كرة، المدافع يعقوب صعد بشكل رائع، هذه لم يحرك لها ساق.
رياضة دائما وبالعاصمة، ينطلق اليوم سباق المرحلة الثالثة والأخيرة للطبعة 18 للجائزة الكبرى لمدينة الجزائر للدراجات، ينطلق من زيرالدا نحو حجوت قبل العودة إلى نقطة الانطلاق على مسافة 106 كيلومتر. هذا وتوصلت أمس المرحلة الثانية من المنافسة والتي جرت ما بين مدينتي بيرتوتا وزيرالدا على مسافة 96 كيلومترا، وعرفت المرحلة فوز الدراج عبد الكريم فركوس في فئة الرجال وياسمين المداح في فئة السيدات. بهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الإخباري. السلام عليكم. عودة الاستوديو رقم 8 لاستكمال بقية البرنامج إلى غاية العاشرة. حياكم الله إلى كل ما فاتتهم النشرية في الصباح. تذكير ثاني بأحوال الطقس مع كريم بعد فصل قصير. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. تحية صباحية متجددة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. 81% نسبة الرطوبة خلال هذه الصباحة على الواجهة الغربية على السواحل وكذلك المرتفعات. هناك تنبيه سري المفعول من المستوى الأول عن هبوب رياح قوية خلال ظهيرة اليوم إن شاء الله على كل من الواجهة الغربية والوسطى، على كل من وهران كذلك تيبازا والعاصمة، حيث الرياح بإمكانها أن تصل لغاية 60 كيلومتر في الساعة. أجواء مستقرة على المناطق الشمالية، عدا سحب ستنتشر سفلى ستخص الواجهة الساحلية الشرقية. إذن على الجنوب فالأجواء تبقى كذلك مستقرة، عدا سحب بدون فعالية ستنتشر على شمال الصحراء ومناطق الجنوب الشرقي، مع زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى وكذلك مناطق الجنوب الغربي. درجات الحرارة القصوى خلال نهار اليوم إن شاء الله ستعرف بعض الارتفاع الطفيف على المناطق الساحلية لتقارب 26 درجة على العاصمة، 24 درجة على كل من وهران، كذلك تيزي وزو البويرة 23 درجة على بجاية جيجلس كيدانبا والطرف، 19 درجة على ولاية الجلفة، كذلك ولاية البيض 25 درجة على بسكرة المغير توغرت، 27 درجة على بشار، 31 على كل من تندوف بن عباس تيميمون أدرار حتى على طمنرست، 37 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال نهار اليوم إن شاء الله مساحة الأرصاد الجوية ترتقب، بحر من قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا تقريبا على كافة السواحل، رياح ستشتد تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. هذا عن أحوال الطقس داخل الوطن. على بعض عواصم أوروبا أين بحول الله أمطار ستخص كل من كييف، برلين، اسطنبول حتى على باريس، أجواء مغشاة على باقي العواصم، سحب سفلى كثيفة على موسكو مع 7 درجات، ثم درجات على كييف وبرلين، 23 درجة على اسطنبول، 18 درجة فقط على روما. عن وقت غروب الشمس لنهار اليوم السبت 11 من شهر نوفمبر على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون بحول الله في تمام 5:42 دقيقة. وللتواصل معنا نحو الطقس دائما مواقع الأرصاد الجوي الجزائرية في الخدمة. أشكركم على المتابعة، يومكم طيب والعودة إلى حياة بعد الفاصل. قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
شكرا لك زميلي كريم. نذكركم مشاهدينا أنه يمكنكم متابعتنا مباشرة عبر الصفحة الرسمية للتلفزيون الجزائري عبر الفيسبوك، كما يمكنكم التفاعل معنا. المحطة الموالية ستكون عبر الغذاء الصحي، الزيتون وزيت الزيتون ومشتقات الزيتون، النواة والأوراق كنز لا يقدر بثمن. بعد الفاصل. أرحب بالمختص في التغذية العلاجية سمير كبور. أهلا. أهلا الأخت حياة، وأهلا بالمشاهدات والمشاهدين الكرام. كنا كتمهيد الأسبوع الفارط تحدثنا عن زيت الزيتون أو عن حبة الزيتون، لكن لما نتكلم عن الزيتون مباشرة الحديث يذهب إلى الزيوت. نعم. لكن هي ككلها كحبة زيتون وكشجرة زيتون مباركة وفيها منافع. خلينا ندخل مباشرة نتحدث عن كيفية الحفاظ على زيت الزيتون وكم نستطيع أن نتناولها خصوصا في اليوم. نعم، بالفعل هو نقطة مهمة في عندما نتحدث على الزيتون وزيت الزيتون إلى آخره. زيت الزيتون هي من الوحيد من الزيوت اللي هي ما يسمى ب أوميغا 9. نعم. يعني عندها مشبعة أحادية التشبع، وهذا يعطينا يعني إمكانية باش نحافظ عليها، وامكانيه باش يعني نتناولها بطريقه حتى لوجود هذه احاديه التشبع، باش ما تكونش عرضه لامرين، وهي لا لوميير يعني الضوء وضوء الشمس، ولا الضوء الاصطناعي والاكسجين. باش نحافظوا عليه هذا الامرين. لا، هناك خصوصيه في التعليب تاعها. التعليب يعني كي نوضعوا زيت الزيتون باش تكون صحيه، لان هي حقيقه ماده جد مغذيه وصحيه ولازم نحافظوا عليها. الحفاظ عليها يكون في يعني ان كونتونون يكون من الزجاج، والزجاج هذاك يكون قاتم اللون، يعني ما يخليش الضوء تاع السم يخرج. غالبا ما نجد زيت الزيتون مطروحه للبيع في زجاج غير قاتم، وهذه نوجهها للجميع، يعني اللي راهم يعملوا في هذا الميدان، باش نحاولوا ولو عن طريق يعني حتى عن طريق يعني ما يسمى بلا ريغلومونطاسيون، يعني باش تكون ريغلومونطاسيون تجبر التجار الى اخره باش الزجاج يكون قاتم اللون. وهذه هي احسن طريقه للحفاظ. اما كي تكون يعني كميه كبيره فتكون في جره بكريك، يحطوها في جره من الطين، فهي احسن طريقه للحفاظ على زيت الزيتون بخصائصها التغذويه وخصائصها الشفائيه الدوائيه. والابتعاد سمير على القارورات البلاستيكيه. القارورات البلاستيكيه ممنوع. نعم. هذه اولا، وتكون القاروره عندما يكون استعمال يومي تكون القاروره صغيره، بحيث عندنا كي نفرغ هاو يدخل الاكسجين. فتكون الكميه صغيره، يعني نجيبوها من يعني ان كونتينون يكون كبير. نديروا في قاروره صغيره باش الاكسجين هذاك يعني ما يكونش عنده كونتاكت مده طويله مع الزيت هذيك اللي راح نستهلكوها، بحيث نستهلكوها بطريقه يعني يوميه في مده قليله، ومن بعد نزيدوا نعمروا الى اخره. وكاين في بعض البلدان عندهم طريقه اخرى داروها، هي ان القاروره تاع الزجاج فيها ما نحلوهاش، فيها حنفيه صغيره. وهذه فكره مليحه، حالو كان يعني نطوروها في بلادنا. صح. هي تكون الحنفيه لتحت ونغلقوها، بحيث ان ما نحلوش الاكسجين ما عادش يدخل، ونعمروا الزيت من لتحت بالحنف عن طريق الحنفيه هذيك، فتكون اكثر حفاظ واكثر يعني سو بلون كاليتي، تكون خير من الناحيه التغذويه او الناحيه الشفائيه. نعم. ربما سمير الكثير يتساءل عن مده صلاحيه زيت الزيتون، كم مده يبقى ربما في البيت؟ هي كونتريرمون يعني كاين بعض الناس يقول لك يكون تقدام الزيت، كل ما يقدم يكون مليح، تكون مليح. يعني في التغذيه لا العكس، هي كي كل ما تكون جديده ففي يعني في الغذاء تاعها يعني الكاليتي نوتريسيونيل يعني تكون احسن. ولهذا نقولوا زيت بكر
يعني اون فيل اون نويل فيرش ولا اكسترا فيرش يعني بكر تكون العصير تاعها تاع كيما نقولوا شهر اكتوبر هو موسم الزيتون وزيت الزيتون. فالزيوت اللي راح تعصر في نوفمبر ديسمبر حتى الفيفري او مارس فهي احسن زيوت، وكل ما تكون قريبه نعصروها منه ونستهلكوها من مليح. كي تقدم تكون عندها خصائص اخرى، راح تتبدل الخصائص تاعها حتى تغير في المذاق سمير. تغير في المذاق وتقدر تولي بعض الحموضه الى اخره. فاحسن زيوت هي كي تكون قريبه من موسم العصر تاعها وتكون الحفاظ تاعها عن طريق يعني كما قلنا في البدايه، و يعني الاستعمال تاعها هي احسن استعمال هو ان ناكلوها نيئه يعني كرو، ونقدروا ثانيا نقدروا نستعملوها في الطبخ يعني تمسها النار. كيفيه استعمالها في الطبخ؟ نعم في الطبخ هي كاين زيوت الزيتون نوعان. نعم. هناك النوع اكسترا فيرش يعني البكر اللي تكون هذيك من احسن الانسان يستعملها نيئه يستهلكها نيئه لان فيها كاع المواد التغذويه تاعها، وكاين تجي من بعد يعني الزيت هذه يعصروها على مراحل تكون زيوت ما يسمى رافيني او كيفاش نقولوا مصفات. هذيك تقدر نستعملوها للطبخ يعني للنار. هذيك يعني ما نتجاوزوش درجه 200 درجه، لان 200 درجه راح دير سكون ابل لو دوغري دو فومي تاع الزيت، وهي من زيت الزيتون هي اللي عندها اعلى درجه الدخان فومي، مليحه للطياب احسن من كل الزيوت الاخرى. ولكن يعني الحاجه الوحيده اللي ننتبهوا لها هي ما لازمش نتجاوزوا درجه 200 درجه في الطبخ. نعم. ولكن في مساله يعني الطبخ فزيت الزيتون هي احسنه. الكميه المسموحه بها يوميا للشخص؟ يعني كميه يوميا حتى يعني دو كويغ سوب يعني ملعقتين تاع الاكل اللي حاب ياخذها هكذا كرو يعني نيئه ديريكتومون. فدراسات اثبتت ان اللي ياخذ ملعقتين يوميا من زيت الزيتون الحاجه الاولى اللي راح يعني في المساله الصحيه التغذويه راح نتحصلوا على الاوميغا 9، والاوميغا 9 هذه راح تحمي من الاصابه بالامراض القلبيه والاصابه خاصة بأمراض الخرف في المستقبل. نعم. راح تحمي المخ من لي بلاك أميلويد، ما يسمى بلي بلاك أميلويد، راح تمنح اون بروتيكسيون يعني حماية من تكون هذه الصفحات الأميلوية اللي تكون في المخ. نعم. يعني هذا دراسة أثبتت على عدد كبير من الأشخاص، مدة تبعوهم مدة 10 سنوات وعطاو لهم ملعقتين من زيت الزيتون، فلاحظوا عدم تكون هذه الصفحات وعدم تكون الصفحات في يعني في الشرايين وفي المخ يعني. بالإضافة إلى خصائصها العلاجية فيما يخص الأمراض الالتهابية، نمر الآن سمير فيما يخص الأوراق، نبدأ بالأوراق أم النواة؟ نعم نبدأ بالأوراق. بالأوراق يعني تفضل. الاوراق الكثير من يعرف المواطنين يعرفوا بلي الاوراق مليحه للضغط الدم وللسكر، معروفه كثير منهم يعرفوها وياخذوها على شكل تيزان في شكل مشروب تيزانه، وهي في كثير من البلدان تستعمل كاكستري يعني مستخرج اللي نوضعوه في يعني في كبسولات وعلى على شكل بودره، وتستعمل في الحقيقة لمعالجة الأمراض هذه عن طريق أطباء مختصين، لأن بالفعل راهي تنقص في ضغط الدم. يعني الإنسان اللي يتناولها ما يلزمش يكون عنده أدوية أخرى إلى آخره، فتقدر تكون ضغط الدم ينزل أكثر من اللازم أو حتى السكر يقدر ينزل. وهي مجربة سمير؟ مجربة بدراسات. نعم. إلى آخره، ولكن كثير من الناس ما يعرفوش استعمالات أخرى. طريقة استعمالات أخرى من غير ضغط الدم والسكر هي أنها مضاد حيوي للبكتيريا والكونديدوز، ما يسمى بالكونديدوز. نعم. وهي نوع من الفطريات اللي تتواجد في الامعاء او في على الجلد يعني. يعني اوراق الزيتون
يعني جد مفيده للتداوي ضد الكونديدوز والبكتيريا وحتى الفيروسات، ولا تستعمل كمرهم. يعني نقدروا نحضروا بها مرهم ونحطوها فوق الجروح وفوق يعني البثور الى اخره، وتعطي نتيجه جد يعني تري ساتيسفيزونت وطبيعيه، وما ما تاثرش على البكتيريا الحميده اللي تكون موجوده في الجلد او في الامعاء. جميل. وهذه الخاصيه المهمه اكثر من يعني المضادات الحيويه الاخرى. بالاضافه الى شربها على شكل مشروب يمكن مضغها نيئه؟ نعم نقدروا ليه يتحمل يعني الذوق درجه المروريه، لان ما يوجد من مضادات الاكسده ومن تيروزول وأوليوكونتان وهذه البوليفونيلات الموجودة في الزيت والزيتون، فهي موجودة في الأوراق كذلك ب كونسنتراسيون بلوز إلفي، يعني مركز أكثر. مركز أكثر، فهي راح تعطينا النتائج اللي يعطيها لنا زيت الزيتون، تعطينا الأوراق بتركيز أكثر. يعني المضغ تاعها نقدروا نمضغوها إذا تحملنا المرورية تاعها فراح نستفادوا منها، ولكن في غالب الاحيان ما يلزمش نمضغوا كثير من الاوراق، يعني ثلاثة او اربع اوراق يكفي في النهار باش تعطينا كل الخاصيات العلاجيه والشفائيه لهذه الورقه المباركه. نعم يمكن كذلك حتى تدخل في العلاجات التجميليه لما فيها. نعم من العلاجات التجميليه معروفه الاوراق تاعها، معروف يستعملوها خاصه للشباب للاكني يعني حب الشباب. نعم. اللي معروف، فهي كاين بعض المستحضرات اللي مصنوعه من مستخرج الاوراق، فهي تعالج حب الشباب، كما انها مفيده جدا لشيخوخه الجلد يعني. نعم. فهي تحافظ على شباب ونضاره الجلد بطريقه، لانها فيها كثير من مضادات الاكسده، فراح تعطي حمايه للجلد من شيخوخه الخلايا، يعني الخلايا ما راحش يكبروا بطريقه سريعه، راح تخفض من الاخر تاعهم وتبقى الجلد او البشره فيها نضاره وشبابيه تحافظ عليها لمده طويله. سبحان الله، لهذا هي شجره مباركه. نمر الان سمير الى النواة وفوائدها العلاجيه كذلك. نعم، النواة في الحقيقه نهملوها كثير، احنا النواة نهملوها، وهي هناك استعمالات كثيرة للنواة، كان يستعملوها كحصى، كان كحصى يحطوها في يعني في لي جاردان الى اخره، باش نحطوها فوق التراب باش التراب ما كيجي الريح ولا ما يرفدوش، فيحطوها شغل كحصى يلونوها الى اخره، في بعض يعني الحدائق الى اخره يستعملوا النواة كحصى، يعني كومين ديكوراسيون، هذا الاستعمال الاول. جميل. ثاني يرحوها يستعملوها كعلف للماشيه، فهي جد مفيده للماشيه، ترحى لان في وقت كانت ترحى في بواسطه حجار كبيره يعني، ويرحيوا الفاكهه اللي هي الزيتون، يزيد ترحى للنواه وتقدم للماشيه كعلف. في الوقت الحاضر انتبهوا بعض الخبراء الى اخره الى الاهميه تاعها في التجميل، وهذه النواة تستعمل كماده تجميليه، ترحى هذيك الاخر لاكودغ تاعها وتوضع على شكل قناع في الوجه كذلك، وتصفي البشره من كل الشوائب الى اخره، وعندها مفعول سيكاتريزون يعني السيكاتريز لابو في كل جروح او يعني الموجوده في البشره او الى اخره، فهي تعطي انيفي تاع كيفاش يقولوا بالعربيه سيكاتريزون، يعني الاثار تلم الجرح تلم الجرح وتعاود تدير الاكتيف الاكتيف دي نوفيل سيلول باش تجديد خلايا تجديد الخلايا، هذا هو يعني تاع البشره من بين الاستعمالات المعروفه تاع النواة، واللي في كاين بلدان كثيره مثل اسبانيا الى اخره اللي عندهم برودكسيون تاع الويل دوليف كبيره نصيبوا النواة، هذه لابودر هذه تاع النواة موجوده في يعني محلات التزيين. نعم.
نعم. ومعروفه يستعملوها كثير الناس. احنا ما عندناش هذا يعني التقليد تاع استعمال النواه كمواد تجميليه. ان شاء الله تكون ضمن المشاريع المستقبليه لكثير من الشباب. جميل جدا، لانه حتى الفكره اعطت لنا فكره القارورات الخاصه بالحنفيات هي كذلك فكره للشباب من اجل ابتكار. نعم. لو نرجع للزيت الزيتون سمير، بالنسبه للرضع الكميه المسموح لهم اخذ او تناول زيت الزيتون والسن هذه، اذا كانت الام مازالها ترضع في الطفل تاعها فالام هي اللي تاخذ زيت الزيتون. يروح عبر الحليب، المكونات يروح عبر الحليب، هذه افضل طريقه. نعم. نقدر نستعملوها عند الطفل البيبي، غالبا ما الامهات يستعملوها يدهنوا بها، هذه احسن طريقه لان البشره راح تمتص كل المواد تاع زيت الزيتون، فهذه طريقه مثلى وتقليد اللي الامهات لازم يحافظوا عليه ويدهنوا يعني الاطفال تاعهم الرضع بزيت الزيتون. هذا الزيت المباركه ففيها فوائد بالنسبه للبشره تاع الطفل، وراح تغذيه لانه راح تجوز عبر المسامات وتعبر عبر المسامات ونصيبوها في يعني في لا سيركولاسيون، دونك في لا سيركولاسيون سانغين. نعم. الدوره الدمويه، وراح تغذي جميع الخلايا تاع الطفل، فهذه احسن طريقه سهله بحيث انها ولكن اذا حب يعطوها ساعه لساعه فهي ملينه، وكي يكون الطفل او الرضيع عنده بعض الهضم يعني امساك فزيت الزيتون مليحه مغرف يعني صغيره تعطى بطريقه يعني بالعقل خاطش باش ما يشرقش يخاف، يعطوا له غير بشويه يقدر، او يستعملوها في يعني في شكل حملات طبيعيه يستعملوها في شكل حملات طبيعيه وراح تمد نتيجه باش نعالجوا الامساك تاع الطفل. وهذا نبتعدوا على كل الادويه. بالنسبه للشعر نمر نعاودوا نرجعوا للناحيه التجميليه، بالنسبه للشعر عندها فوائد على كثافه الشعر وتطويله؟ نعم. هذه حتى النواه كنا تكلمنا عن النواه الزيتون مستعمله ثاني للشعر يعني باش تكثف اولا هناك عمليه ما يسمى اون اكتيفاسيون دو لا سيركولاسيون تاع الدوره الدمويه تاع فروه الراس، وراح تسمح باش تنمي الشعر، اون اوكسيجيناسيون دو لا بو تاع الفروه تاع الراس لا سيركولاسيون، دونك اللي عنده مشكل تاع سقوط تساقط الشعر فراح تعالج هذا المشكل. الزيت الزيتون ثاني تعطي، ما نساوش باللي الشعره دونك لي سيلول كابيلير هما في الحقيقه عندهم غطاء محميه بنوع من فيلم ليبيديك يعني كغشاء زيتي. نعم. هذاك الغشاء الزيتي هو اللي يحمي الشعره، لان استعمال الغسول بطريقه كثيره راح يلفا فراجيليزي، راح يعني يضعف الشعره هذيك ولا لا بيليكول هذيك الموجوده راح تضعف، فمليح نستعمل زيت الزيتون راح تعاود الفا ريستيتوي هذاك الفيلم ليبيديك، وراح تقوي الشعره وتسمح للبصيلات الاخرى باش يعاودوا ينمو وتكون يعني نمو تاع الشعره بطريقه اكثر. نعم. فهي معروفه زيت الزيتون من قديم الزمان، البنات على كل حال يديروا زيت زيتون في الشعر ويكون عندهم شعر، وهي الخلطه العجيبه لجدتنا وامهاتنا العجيبه. نعم. ربما سمير من الناحيه الجماليه كذلك لكل النساء كثير ما يوضعوا زيت الزيتون على الوجه، لكن الابتعاد عن العينين لانه يسبب حرقه، في ماذا في هذا المجال؟ نعم، في سبب الحرقه هي على كل حال، نعم ككل مواد يعني الوضع في نوضعهاش اجتناب مباشرة، ولكن في البشرة من الأحسن عدم وضعها في النهار يعني في الليل باش ما نتعرضوش لأشعة الشمس. أشعة الشمس تكون توضع في الليل فهي راح تقدم المغذيات الدقيقة اللي فيها والفيلم هذاك ليبيديك راح تحمي البشرة إلى آخره، فتكون الفائدة أكثر. من الأحسن عدم وضعها خاصة إذا كانت الشمس ولكن في الشتاء وين الشمس ما كاش كاين برد فنضعها في النهار مليح، فراح تحمي من البروده تاع الطقس
وتوفر حماية وتغذية للبشرة، خاصة هم يديروا هذاك تاع الشفاء هذاك. نعم. فمليح نستعملوا زيت الزيتون، راح تمنح حماية لل يعني للشفتين في فصل الشتاء وان كان يكون الطقس بارد وراه جاي الطقس. فزيت الزيتون من الامور ثاني اللي نقدروا نطوروها، لان هذوك احمر شفاء، ماشي احمر هذاك واش يسميوه، خاص للتطيب، نعم لتطيب البارد، زبده زيت الزيتون نقدروا نصنعوها زبده زيت الزيتون، يا في الحقيقه تحطيها في الثلاجه فراح تكون كزبده، هذه كيقدر الانسان يديرها خير من لو بيغ كاكاو، لانه الزيت الزيتون في الثلاجه راح يجمد وراح يصبح عنده نفس خصائص بيغ كاكاو او ملين الشفاه. بالنسبه الان سمير تكلمنا عن كل خصائص زيت الزيتون وعن منافعها، في عندها ربما سلبيات؟ انا نظن انه سلبيتها ما فيهاش اكثر، مازال ما صبناش سلبيات. هي السلبيه الوحيده اللي نقدروا نقولوا سلبيه، نعم، هي الزيت اللي فيها الكالوريات بزاف، يعني زيت الطاقيه، يعني فيها الطاقه والانسان عندما يتناولها لازم يحسب يعني كميه السعرات الحراريه. نعم. يعني فيها سعرات حراريه كثيره زيت الزيتون، فالانسان اللي يكون او المراه اللي تكون تنتبه للوزن تاعها الى اخره لازم الاستهلاك يكون في نطاق يعني معتدل، معتدل باش ما نتجاوزوش السعرات الحراريه، هذا هو يعني المشكل الوحيد اللي في زيت الزيتون. نعم، ربما كسؤال اخير، في لمجه ابنائنا وهو الشغل الشاغل لكل الامهات وفي البيوت وحتى في المدارس، هناك حملات تحسيسيه وتوعويه من اجل غذاء صحي خصوصا لمجه صحيه، يمكن اعطائها لابنائنا في الصباح؟ اكيد، فانا نشفى كي كنا صغار والوالد تاعنا يعطينا خبز زيت الزيتون، صح، هذه احسن لمجه للصحيه اللي تقدم يعني ان سيرفيس سونتي يعني بطريقه جد ذكيه. هنا نولوا للخبز، يعني من الاحسن الامهات يوفروا يوم في النهار في الاسبوع يديروا خبز صحي بدقيق كامل اللي يعطوه الأطفال تاعهم بشوية تاع زيت الزيتون. نعم، شكرا لك سمير، شكرا على كل هذه المعلومات. ربما تعطي رسالة أخيرة لكل السيدات في البيوت؟ نعم، الرسالة الأخيرة هي إعادة زيت الزيتون. أنا نقول الرسالة تاعي هي نقدروا نستغناو على كل الزيوت. نعم. هذو لي زيوت سونغو اكسيتيرا، هذو لي ولفنا نطبخوا بهم نقدروا ما نعادش نستعملوهم كامل. نولوا زيت الزيتون، وهنا تكون تضافر الجهود باش على مستوى يعني الدولة وعلى مستوى نعم. الجمعيات إلى آخره، باش تكون العودة إلى يعني لا برودكسيون. إنتاج الزيتون وغرس أشجار الزيتون بقدر ما نمكن، يعني في كل، والحمد لله هم كاين مشاريع خاصة لغاني يعني في جهة وهران مستغانم إلى آخره، راهم غرسوا أشجار زيتون كثير وهذا شيء مفرح جدا. أكيد. ويبشر ب يعني مستقبل جيد للجزائر ان شاء الله. ان شاء الله نتمنوا، لانه هي الماده الاكثر وجودا في كل بيوت الجزائريه، لا يمكن الاستغناء عن ماده الزيت الزيتون، فسواء في من حيث الاكل او من الناحيه العلاجيه تبقى الاولى في البيوت الجزائريه. شكرا لك سمير، يومك موفق، نلقاك الاسبوع القادم ان شاء الله. مشاهدينا لازلتم معنا من خلال برنامج صباح الجزائر لنهار اليوم، نذكركم فقط انه بعد قليل سوف تلتحق معنا طبيبه العائله للحديث حول مستجدات واخر التقنيات في مجال الكشف المبكر وكذلك معرفه مستويات السكر في الدم خصوصا عند أبنائنا. أما الآن نأخذكم إلى جولة سياحية، واحدة من المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرا الجزائر، منتزه الصابلات، مشروع سياحي كبير وقبلة لكثير من العائلات الجزائرية وكذلك السياح الذين يأتون إلى الجزائر. زميلنا مروان مصري من خلال الموضوع التالي سوف يحدثنا في هذا الروبورتاج حول أهم المحطات الجديدة والمشاريع الجديدة التي دخلت على هذا المتنزه. تتواصل تهيئة المحطة البحرية بمنتزه الصبلات على الواجهة البحرية العاصمية،
ستكون قبلة سياحية وترفيهية وفق النظرة الشاملة لتطوير القطاع. هذا المشروع الواعد تساهم فيه عدة أطراف، على رأسها مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر ومختبر الدراسات البحرية وكذا شركة تسيير موانئ الصيد البحري. هذه الأخيرة تحمل ضمن أهدافها الاستراتيجية خلق نشاطات جديدة وتطوير موانئ الصيد البحري والنزهة وبعث الريادات البحرية بها. هذا المحطة البحرية كانت كنموذج أولي من أجل تعميمها على مستوى 5 موانئ كبيرة للسلطات العمومية عن طريق وزارة النقل، سجلتها في إطار التوسع السياحي من أجل النشاطات السياحية راح تكون يعني كلها مركبة على بعضها يعني عن طريق شبكات يعني سيدي ريزو في المناطق التوسع السياحي اللي نذكر منها سطورة على مستوى سكيكدا، ولاية سكيكدا، ميناء تلايلف على مستوى بجاية، ميناء صبلات على مستوى الجزائر العاصمة، أيضا ميناء وهران في الجهة الغربية، ميناء مرسى بن مهيدي أيضا في على مستوى تلمسان، اللي راح يكونوا إن شاء الله يعني هذو أقطاب من أجل خلق هذا النشاط الجديد اللي هو راح يكون اليوم سياحة محلية يعني بعد مطاعم سفن مطاعم سفن للنزهة كمرحلة أولى. ثاني مرحلة كنقل بحري بين يعني الولايات. فضاءات عديدة ستكون تحت تصرف الراغبين في زيارة هذه المحطة البحرية. التي ستكون منطلقا للجولات البحرية وكذا لنوادي مختلف الرياضات البحرية وفضاء للراحة والصيد وسط ديكور بحري يبعث على الاسترخاء. ما يخفلكش أن العائلات الجزائرية في إطار يعني نقوله يعني في موسم الاصطياف أو خارج موسم الاصطياف، لأن ذوك السنة تقريبا كل معظم أي شهور السنة تعتبر يعني جو معتدل، العائلات الجزائرية اللي تبحث على نوع آخر يعني من الترفيه وخاصة النزهة البحرية اللي تشكل فضول كبير عند كل خاصة الجزائريين لأنهم مربوطين مباشرة مع البحر سواء كانوا سكان الساحل أو سكان المناطق الداخلية. وفي إطار برنامج شركة تسيير موانئ الصيد البحري وأفاق السنوات المقبلة، سيكون المشروع بطابع عصري بامتياز ليقترح على قاصديه خدمات سياحية مميزة تعكس الطابع البحري لعاصمة البلاد. شركة تسيير موانئ الصيد البحري والنزهة تسلمت المنشأة أي ميناء الصابلات من الأشغال العمومية، أين تعكف الآن على تهيئة هذا المشروع من مطلع هذا العام بميزانية تقدر حوالي 69 مليار سنتيم. أما فيما يخص المشروع فهو يتضمن 2000 متر خط أرصفة عائمة لاستقبال حوالي 700 قارب بما يقابله 700 صندوق، محطة أو ستاسيون ديفيرناج أو مستودع قوارب بسعة 180 قارب صغير، 3 ورشات للصيانة الخفيفة لقوارب النزهة، 10 محلات تجارية لنشاطات مختلفة، إطعام، بيع لوازم الصيد ومعدات القوارب، 2 كافيتيريا، نادي للرياضات البحرية والغوص، ومحطة للوقود بسعة 50 متر مكعب. كما لا ننسى أن هذا المشروع يندرج في إطار مجهودات ولاية الجزائر لإعادة تهيئة الواجهة البحرية وخاصة المنشآت المينائية ذات الصلة. استغلال مؤهلاتنا السياحية وتطوير موانئ النزهة عامل أساسي خدمة للسياحة المحلية.
شكرا للزميل مروان مشري. أكيد تهيئة الواجهة مشروع من شأنه دعم القطاع السياحي في الجزائر، أكيد تنمية كبيرة وحيوية تعرفها الجزائر اقتصاديا خصوصا في هذه السنوات الأخيرة. نتمنى الخير للبلاد والعباد. بعد فاصل قصير نستقبل وإياكم طبيبة العائلة وطبيبة الأطفال حفيدة كتير من خلال حديث حول مرض السكري عند الأطفال بعد الفاصل. ورحب بالطبيبة حفيدة طالب كتير، أهلين، كيف أحوالك دكتور؟ لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. كنا تكلمنا عن موضوع السكري عند الأطفال، تكلمنا عن تعريف السكري خصوصا عند هذه الفئة. اليوم سوف نتكلم عن المضاعفات، عن نسبة السكري، ونتكلم عن التقنيات الحديثة فيما يخص كل هذا المرض. بداية حفيدة، لو نتعرف على نسبة السكري عند الأطفال. نعم، كيفاش كنت نهضروا على مرض السكري؟ عندما تكون نسبة السكر أو التحلون أكبر من 1.26 عندما يكون الطفل أجنس، يعني ما كلاش بلوس دو 1.26 غرام باغ ليتر كون ما كلاش أجن، ولا نيمبورت كان مومون لا جورني يكون بلوس دو 2 غرام. دوغرام هنا نتكلموا على مرض السكر، يعني خلاص هذا راهو كونفيرمي عنده مرض السكر. في أي وقت نقيسه للطفل؟ في أي وقت يكون بلوس دو 2 غرام. ولا أجم قبل ما ياكل بلوس دو 1.26 غرام باغ ليتر. نعم. هذه هي قيمة التحلون، هنا نقدروا نهضروا على مرض السكري. الآن بالنسبة للمضاعفات، لأن كنا عرفنا الأسباب وقلنا أنه ليس هناك أسباب معينة، بالنسبة للمضاعفات حافظة. نعم، قلنا باللي مرض خطير، وقلنا باللي الدواء سو تريتمون شي لونفون هو الأنسولين. نعم. ماكاش الأنسولين لازم يديرها انجيكتابل، ودي فوا هذيك الأنسولين الطفل دي فوا يدير كونتيتي بزاف ولا يدير الأنسولين وما ياكلش، واش يقدر يدير؟ يقدر هيبوغليسيمي، يهبط له السكر. دونك كيفاش نعرفوا الطفل هذا كيدخل مثلا في المستشفى؟ لازم نعلموا له كامل هاد لي سين تاع ليبوغليسيمي. علاش نعلموهم؟ باسكو تقدر خطير ليبوغليسيمي، السكر يحبط خطير جدا. نعم. تقدر تقتل، مرض السكر ما يقتلش، بصح ليبوغليسيمي تقدر تسير. مثلا يدير الانخفاض الكثير هو اللي يقدر يقتل الطفل هذا. نعم. وكيفاش نعرفوا لي سين تاع ليبوغليسيمي؟ يقدر يبدا يحس بالصداع في الراس، يبدا قلق، يقدر يحس بيبدا القلب تاعو بدا يخبط، تعرق، يقدر يدير سلوكات وكان مثلا انسان كالم ولا يولي عنده يولي اجيتي، عنده مكاس سلوكات. المهم الطفل هذايا لازم يعرفهم، يولي هو يفيق باللي يحس بهاد الاعراض، ياكل حاجه حلوه ولا يشرب حاجه حلوه. لهذا مهم هنا حفيظ المرافقه في البيت، حتى يعني المستشفى اكيد الطبيب راح يقدم كل هذه النصائح، لكن الام هي اللي راح تكون ترافق هذا الطفل وتعرفه له على كل هذه الاعراض. الام تكون لي بروميي جور تكون اوسبيتاليزي مع الطفله. لازم نعلموا، باسكو الطفل كيكون صغير في عمره عامين 3 سنين ما يفهمش. نعم. الام هذه تكون هي تعلم قبل الام وفهموها كيفاش دير، كيفاش لي زانجيكسيون تاع الانسولين وكتا ديرهم، نعرفوها الاعراض كيكون الطفل هذايا عنده هبط السكر، تقول اتونسيون دوك يبدا يتعرق وتشوفيه فشل ولا تشوفيه عنده دي سلوكات خاصه، هنا يعطي له حاجه حلوه يشربها. نعم. ياكلها. لازم الام تتعلم وبعد الطفل نعلموا له تدريجيا، نفهموا له سيكوا مرض السكري، نفهموا له علاش لازم ندير الانسولين، وعلاش لازم ناكل، وعلاش ما ياكلش. لازم هنا يعني فريمون لازم سيت مالادي دو ديسيبلين، فيها اون ديسيبلين ريغوروز، لازم الطفل يتعلم كلش. الاحترام في كلش، في الماكله، في الانسولين، في لي زانجيكسيون، الاوقات، في التحليل، يعني مرض لازم يتعلم يكون فريمون في لارمي ديسيبليني. نعم. وللأسف ما فيش علاج نهائي أو علاج لهذا المرض، لكن في الدواء هو اللي راح يقلل من أو التحكم في المرض. نعم. مرض مزمن، مرض مزمن كاين دواء يعني سوبستيتيوت، حنا قلنا باللي هو عبارة عن مرض العضوية ما تخدمش، ما تفرز الأنسولين. البنكرياس. حنا نعطيو البنكرياس ما يفرز الأنسولين، بصح حنا نعطيو هذيك الأنسولين حتى الميديسين تتطور، يعني تتطور بالك تجي السيلة نقدروا نصيبوا دواء ماشي تشككها اورال يشربها خير.
نعم. يا مدك في يومنا هذا نسينس شو بروتين، وبروتين كي تأكل حاجة فيها بروتين تتفكك في 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 الاستومك. نعم. بقول الماما ما خلصش نعطوها بفوا أورال، ما خلصش نشربها، خلصش تتفك قالي بروتين كان أنزيمات تفكك البروتين في 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 المعدة. صافي دوك أكتوالمون ما نقدروش ناخذوها بفوا أورال. دوك بالك مع الوقت لاميزين نصيبوك فاش نبروتيجيو هاد الانسولين باش كي تشربيها بفوا أورال، هذا هو قال الأخر البحوث راهي في هذا المجال، كيفاش نصيبو كيفاش نبروتيج هاد الانسولين باش كي نشربوها ما تفككهاش الصومة. نعم. هذه هو يعني نحمي هاد الانسولين. نحمي هاد الانسولين. نعم. مع الوقت مع ميزين تطور. انا كنت تكلمت مع احد الامهات حفيظه وكانت طرحت لي سؤال، قالت لي انه السكري عند ابنها جاء نتيجه صدمه او خوف، يمكن انه الطفل لما يكون عنده صدمه او خوف يصاب بالسكري؟ يمكن خلاص قلنا كاين ارضيه ملائمه، قلنا كاين شغل انتيغان فيها سيغتان جان، وكاين ان فاكتور ديكلونشون. الفاكتور ديكلونشون يقدر يكون ان فيروس، تقدر يكون ان توكسيك، تقدر تكون صدمه ان ستريس. ماشي الصدمه هي ما كانتش، يعني في الصدمه ماشي هي لا كوز، ماشي هي السبب، ولكن سي ان فاكتور كي ديكلونش. كانت ارضيه ملائمه راهي مهيئه باش دير مرض السكري، بالإضافة إلى الجينات الوراثية عندها علاقة. الجينات هذيك الأرضية هي الجينات الوراثية. هي يعني هو يكون مهيئ تماما. مهيئ تماما وفاكتور كاين. هي يعني الصدمة أو الخوف هو فقط عارض تعرض لها الطفل كانت. نعم. ربما حفيدة نتكلموا الآن عن الوخز بالإبر. يتعب خصوصا الطفل. لما نتكلم عن السكري عند الكبار الأكيد التعايش مهم جدا، وفي كثير من الأحيان ربما لا يستطيع هذا المريض أن يتعايش مع المرض. نعم. لكن لما يكون المصاب طفل هنا تصعب المهمة خصوصا عند. نعم. المرافقين. نعم. الوخز بالإبر عملية شاقة جدا، الكثير من التقنيات الجديدة اليوم والحاصلة في العالم الطبي من شأنها أن تعطي بصيص أمل لكل هؤلاء المرضى. نعم إن شاء الله. شوفي الانسولين كي بديناها باسكو الانسولين شغل ديفلوبات مع الوقت. ديفلوبات مع الاول كنا نحوض الانسولين نجبدوها من الحيوان لو بور ولا لو بوف. نعم. نجبدوها منه وكانت تعطي بزاف من شكل هاد الانسولين، كانت تعطي دي زاليرجي، تعطي دي زونتيكور كونتر الانسولين. دوكا مع تطور العلوم تطور لا ميديسين دوكا عندنا الانسولين، بدينا تدريجيا عندنا الانسولين ايمان. هذيك الانسولين تاع حتى الحي اللي كنا نحوها من الحيوان اون لا موديفي بدلناها. نعم. ورجعنا تشبه الانسولين ايمان. سيتاتجي كان كي تشبه الانسولين ايمان شغل ما كاينش بزاف، ما كاينش ليزاليرجي ديجا، كتعطيو حاجه تاع انسانيه ما فيهاش الحساسيه، وما كاينش ليزونتيكور كونتر الانسولين ديجا. ومع الوقت تاني تطورت الانسولين، دوك عندنا سكون ابيل ليزانالوك تاع الانسولين. ليزانالوك تاع الانسولين هما زدنا اون موديفي اونكور بلوس، ولات الانسولين هذه كنا مع الوقت كي نديروها باغ اكزومبل ديري الانسولين ديري تشيكا تاع الانسولين نص ساعه باش يقدر الطفل ياكل يستنى. لو طون دو ريزوربسيون تخدم فيه كما نقولوا، تخدم فيه دو ريزوربسيون باش الانسولين تلحق للدم. صافي لازم يستنى، تشوف الطفل توجدي وتقولي له استنى، يعني كاين فاكتور بسيكولوجيك. نعم. نص ساعه باش ياكل يعني كوميم فيها شغل تعب بسيكولوجي. دوك الانسولين انالوج يقدر ياكل من عند الانسولين با بروبليم، باسكو تبدلنا لا موليكول تاع الانسولين اون لا موديفي، ولا شغل ديريها الاجي خمس دقائق ابخي الاجي. صافي تو سوا ديري 5 مينوت يبدل الماكله ولا ياكل، وديري له البوليس تاع الانسولين سكون ابيل هذايا بازال بوليس. واش معنى بازال بوليس؟ الشيما اكتويال تاع الانسولين يعني الملائم الى لا فيزيولوجي تاع الانسان سي لو بازال بوليس. دوك نفهمك واش معنى بازال بوليس. نعم. حنا ولينا شغل نديرو تخاتمو يشبه الى جسم الانسان باش يمريض. حنا دوك انتيا وانايا الانسان ماشي عندوش مرض السكري، كاين اون انسولين بازال سادي دي بتيت كونتيتي تاع الانسولين راهي مخدومه تولي شاك مينوت راهي في الجسم تاعنا، تنتج يوميا، تنتج طول الطوم. نعم. علاش؟ باسكو حنا عندنا هرمونات، الهرمونات دو كونتر ريغولاسيون كيما الادرينالين. دوك تخلعي كاين الادرينالين لو كورتيزون هذوما كيطلعوا السكر. صافي باش هذاك السكر يطلع بالميتابوليزم تاعنا كاين انسولين بازال. هاد الانسولين بازال هي لي سكريتي بوندون 24 اور. هذاك الطفل اللي عنده مرض السكر ما عندوش هذا الانسولين بازال، ما عندوش. حنا نعطوا له دوك كونتيتي اسمها قبل الانسولين بازال، نعطوها له دي بتيت كونتيتي هذيا. دوك نهضروا على لابومب، كيفاش لابومب تاع الانسولين اكتويلمون راهي موجوده الان، موجوده في الجزائر؟
يعني كاين بزاف بداو بزاف اطفال بالشيء وكاين حتو راهي ساشو يعني بروغرام باش تدخل هذه وسخا وسخا رومبورسي بار لا سيكوريتي سوسيال ان شاء الله. جيد صافي هذيك لا بومب تاع الانسولين تعطي هاد لا كونتيتي بازال تاع 24 بالعقل بالعقل وما يحش الطفله بلاصي لا بومب فيها ان كاتي هذاك لو كاتي يلصقوا في الجسم تاعو في تحط على مستوى اليد على اليد اليد ولا البطن ولا وهذاك الدون دو الانسولين 24 24 ساعه ديال لا كونتيتي بازال تكون بديل للطبيعي بديل لهذاك البنكرياس بديل شغل البنكرياس ارتيفيسيال وكي تعطي وكي باغ اكزومبل ياكل ماكله تعطي دي بولوس على حسب لا كونتيتي الماكله وهذيك لا بومب غراس على انتيليجونس ارتيفيسيال تكالكولي باغ اكزومبل تكالكولي واش حتاكلي تقول لك شحال الانسولين وعندك ثاني لي باتش كديرهم لهنايا اوليو باش الطفل هذاك تبيكيه بيكيه دوك مازال ما يعني مازال ما دخلنا لهذا المستوى بصح نورمالمون ان شاء الله اكيد كاين الاطفال اللي عندهم شغل عندهم دي عندهم قدر عندهم القدره الشرائيه فوالا هذه نعم قدره شرائيه جابوا هذوك لي باتش ديري ان باتش هنايا ولي باش تبيكي هذاك الطفل وتشوفي قبل ما يدير لاسين لازم تبيكي باش تعرفي شحال راهو لو طو دو سوك ولي باش تبيكي هذاك لو باتش راهو اون كونتاكت معاه غراس على انتيليجونس ارتيفيسيال عنده ان كونتاكت مع هذاك البنكرياس مع لا بومب ارتيفيسيال صافي يقول له شحال هي لا كونتيتي تاع السكر ولو طالع باغ اكزومبل راهو 2 غرام هذيك لا بومب طلع وحدها طلع الانسولين كاين ان كونتاكت بين هذاك لورديناتور اللي راهو لي بلاصين وهذاك لو باتش ودي فا كاين دي لو باتش لي تريز امبورطون تعمل على شكل ميزان طلع وتحبط وحدها ولا باغ اكزومبل عنده لي سي دي بوكليسي بدا يحبط السكر تصوني تعطي اشارات اشارات تقول لك فوالا يفو مونجي كيلك شو دو سكري تقول لك هكذا صافي يعني كون يعني هذا ماذا بينا كل الطفل هذا جابيتيك ان شاء الله السكري يلحق يدير هاد لابو باسكو يتهنى باسكو شنو المشكل الدواء كاين المشكل راهو في لي زانجيكسيون تاع الاخر تاع الانسولين باش نتفادوا هذوك تشكك لانه كما قلتي واشرتي الى نقطه مهمه جدا حفيظه الناحيه النفسيه للطفل المصاب بالسكري لانه خصوصا لما يصاب في سنوات خمس سنوات ست سنوات ربما عمر صعيب نوعا ما كان ياكل كل شيء متاح امامه كل شيء لكن فجاه هو امام امر واقع حميه غذائيه صارمه جدا لانه مرض السكري لا يجب الاستهانه به هنا يعني تقع العبء على العائله وكذلك على هذا الطفل المرافقه النفسيه شوفي مع المضخه هذه لا بومب انسولين ولي ياكل نورمال ياكل اي شيء ياكل نورمال كما هو عنده وقت الاكل بصح ياكل نورمال يقدر ياكل السكري يقدر ياكل ميم دوك هذاك لي ستيلو هذوك لي ستيلو انجيكتور لي ستيلو هذاك انجيكتور ولي باش سي موان دولور ما يوجعوش لي ستيلو كيما توجع على الاخر سي موان دولور يقدر ياكل باسكو هاو كلا طلع السكر يدير ان بونيس تاع الانسولين ما با بروبليم ميم افيك لي ستيلو انجيكتور وشنو ما يكثرش بزاف السكر لماذا؟ باسكو السكر يؤدي الى لوبيزيتي نعم السمنه والسمنه راهي داير مرض عصري مرض عصري والسمنه تعطي اون ريزيستونس على الانسولين تولي الانسولين شوف انت تطلع الى الانسولين والسمنه مقاومه الانسولين شو ساكل فيسيو تعطي مقاومه الانسولين بعد قد ما تاكل الانسولين تعطي لوبيزيتي مع الوقت الثاني الجابيت تاع مقاومه الانسولين باسكو دوك عند الكبير لادولت عند لادولت واش كيراهم بزاف السكر طلع دي مانيير كاع يجي من الاكل من السكريات والسكريات تعطي مقاومه الانسولين راك تشوف الناس كاع راهي بغلوكوفاج الناس كاع راهي جابي انا اكثر من 50% كاع جابيتيك ما كاينش ليس فقط في الجزائر لكن عالميا ملايين الاشخاص وعلاش لوبيزيتي راهي دايره حاله لازم يفو تخيتي لوبيزيتي والطفل الثاني مع الوقت حنا قلنا بلي عند الطفل 90% ولا 99% هو الجابيت تاع انسولين ديبوندون تيب 1 بصح مع الوقت يولي لو تيب 2 عند الطفل باسكو يولي بس حتى الطفل ولو غاين ريزيستونس على الانسولين ميم حنا ننصحوا هذوما اللي عندهم مرض السكر سي فغي دوك هذيك سهلنا لا ميتين سهلت عليكم ستيلو انجيكتور فو با ابوزي من السكريات الناس كامل ماشي مرض السكريات الناس كامل فو با ابوزي من السكريات لانها تؤدي الى مقاومه تاع الانسولين وبعد مع الوقت ما عندكش مرض السكر تولي عندك مرض السكر خاطرش عندك الانسولين مي بصح هذيك الانسولين شغل تاني الخليه تاعك مغلفه بالشحمه ما تدخلش داخل الخليه باسكو حنايا سا سي اغيان دافوار الانسولين في الدم وما تدخلش داخل الخليه لازم الانسولين هي جو فيدير السكر ما يدخلش داخل الخليه لازم الانسولين هي تدخل السكر داخل الخليه صافي ولا ما يدخلش هذاك السكر تولي تاني جابيتيك وتولي انا جابيتيك لاننا عندنا مقاومه الانسولين سي بور سا لازم يدير لو ريجيم قد ما يقلل من الانسولين
مليح ليه، قلبنا سليم مليح ليه. نعم، بالنسبة حفيظة للأشخاص أو الأطفال المصابين بمرض السكري، يستطيعون القيام بالرياضة أو أي رياضة يشاؤون؟ ما نحوش الرياضة العنيفة مثلا، ما نحوش ما عنديش لا بلونجي سوماري، بصح يقدر يدير باغ اكزومبل يجري، يقدر يدير السباحة، وشنو غادي يدير الرياضة؟ ياكل، شوف يدير بزاف لو سبور لي زونترينمون، ياكل حاجة حلوة باش هكذايا، وشوف السكر تاعو شحال راهو باش بوغ ايفيتي ليبوغليسيمي. ليبوغليسيمي عندما يحبط السكر، قلنا بلي ليبوغليسيمي تقتل صحتهم لي بيرغليسيمي، وما عندناش لا كومبليكاسيون الثانيه تاع السكر هي لي بيرغليسيمي تؤدي الى لو كوما اسيدوسيتوزي، ارتفاع السكر يؤدي الى الكوما يقدر الطفل يطيح في غيبوبه. بالنسبه اللي توصل للحد بلس 3 غرام، بلس 3 غرام يقدر يطيح في غيبوبه، الطفل عند الطفل بلس 3 غرام يقدر يطيح في غيبوبه، لو بي اش تاعنا يحبط لاسيدوز، نقولوا لاسيدوز البي اش تاعنا تاع الدم يحبط، لي ريزيرف الكالين ينقصوا ويطيح في غيبوبه. نعم. ولهنا ما هي الاعراض؟ الاعراض تاعها يشرب بزاف الماء، يبقى سو ديزيدراتي، ينشف بالماء، الم في البطن، خاطرش شفتي قلنا باللي الخليه كي تكون بزاف السكر طالع، السكر ما يدخلش في الخليه، والخليه واش تخدم؟ تستعمل الاحماض الدسمه تحولهم الى كورسيتوس، هذوك لي كورسيتونيك هذوك، وهذوك لي كورسيتونيك يعطوا الم في البطن. نعم. سي بو سا عندك الم في البطن كانه عنده انكريس تاع ليستوما، ولا اون ديغي اون ابنديسيت، على هو راهو في الكوما، اما تخوب دو لا ميموار، شغل الانسان هذا ما راهوش في غيبوبه، يقدر يهضر يجي نيمبورت كوا، شغل راهو غيبوبه مع الم في البطن. والاخر الجفاف هذا كاع يسموه الكوما اسيدوسيتوزيك، الكومبليكاسيون بلو كاف هنا سي لوسبيتاليزاسيون، ما عندك ما ديري، هوسبيتاليزاسيون ريدغاتاسيون، نعطو له الانسولين، اون فاكوريجي كلش. ربما نصائح اللي تقدميهم حفيظه لكل النساء اللي يشاهدونا في هذا، ليس فقط النساء لكن كل الاولياء المرافقين لابنائهم اللي عندهم مرض السكر. اللي عندهم مرض السكر لازم خويا لازم توقف معاه بزاف، اكيد تتعلم هي كاع الاخر، وتعطيه تفهم الطفل هذايا، باسكو راهم يجونا بزاف، تقول لك لا ما شافي تخبيت عليه السكر وصابو، بصح انت شريتيه السكر هذايا، انت شريتي الحلويات، لو كان ما صابش الحلو لازم تفهمي له باللي عنده هو دوك هاتيك عنده مرض، عنده يحتاج هاد الانسولين، ولازم نقص من السكريات، ولازم تفهمي له باللي مع الوقت باش ايفيتي لي كومبليكاسيون، ما نهضرناش عليهم لي كومبليكاسيون كرونيك، يقدر يتقاس يولي يتنعم ما يشوفش، نعم لي فيسو، يقدر يقيس الكليه ثاني، تقدر تطلع راسون، لازم الام تفهمه وزيد تفهموا، ما تكون معاونه مع الطبيب. يعطيك الصحه، شكرا لك حفيظه. نعم. شكرا على كل هذه النصائح اللي قدمتيها لنا من خلال ركن طبيب العائله، وحديثك عن الاطفال، نلقاك الاسبوع القادم وموضوع جديد ان شاء الله. يومك موفق. مشاهدينا الافاضل، شكرا لكل من تابعنا في هذا الصباح، نتمنى نهاية أسبوع موفق للجميع، عودة موفقة غدا إلى المدارس، إذا نلقاكم الأسبوع القادم. أشكر الفرقة التقنية التي رافقتني لهذا الصباح، الزميلة فتيحة برش والمخرجة شهرزاد، وإلى كل من عمل معنا منذ الساعات الأولى لصباح نهار اليوم. برنامجنا انتهى، لكن برامج التلفزيون الجزائر مستمرة معكم في الخدمة، نلقاكم الأسبوع القادم، سلام.